مشاهدي قناة حنبع الأوفياء، برنامج الصراحة راحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج السياسي الذي يأتيكم في سهرة كل سبت. إذن قبل ما نقدم لكم ضيفي لحلقة الليلة، نذكركم بالموقع الإلكتروني الخاص بقناة حنبع كالعادة، اللي تنجموا عن طريقه تشوفوا كل الحلقات اللي فاتتكم من هذا البرنامج ومن كل برامج قناة حنبع. وأيضا تنجموا تتفاعلوا معنا كالعادة عبر صفحتي الرسمية في موقع الفيسبوك، صفحة سمير الروافي، وهي الصفحة التي تستقبل كل ردود فعلكم واقتراحاتكم وأسئلتكم، وتشوفوا فيها أيضا الحلقات، حلقات هذا البرنامج وأهم اللقطات والمشاهد. إذن في هذا الطقس السياسي المغيم والقاتم والمخيف أيضا والمرتبك، وفي هذا الوضع السياسي المعقد وفي حالة الانتظار التي يشعر بها كل تونسي، حلقة الليلة باش تكون قريبة من الحدث وغير بعيدة عن هذا الطقس السياسي اللي نعيشوه اليوم في تونس. ضيفنا قادم من السلطة طبعا ومن كواليس حركة النهضة ومن قيادة حركة النهضة، ضيفنا اللي باش نحكيه معاه اليوم عن الوضع العام، عن خاصة عن اغتيال، ظروف اغتيال المرحوم شكري بالعيد وكواليس هذا الاغتيال، وين وصلت التحقيقات ومواقف حركة النهضة المتهمة اليوم، كل أصابع الاتهام موجهة نحو حركة النهضة، مواقف حركة النهضة من هذا الاغتيال والجديد في هذا الموضوع، وأيضا كواليس التحوير الوزاري وكواليس حركة النهضة، وبرشا مواضيع ساخنة أخرى تهم كل تونسي خايف من الوضع ومن المستقبل. اليوم نستقبله مع بعضنا القيادي في حركة النهضة، نائب رئيس حركة النهضة، الأستاذ عبد الفتاح مورو. مرحبا بك سي عبد الفتاح في برنامج الصراحة راح. مرحبا بك، أهلا وسهلا. نحب نصحح بركة أنه لست قادما من السلطة، وإنما قادم من حزب يشارك في ممارسة السلطة بواسطة هيئة معلنة، والذين هم في الحزب يساهمون في صياغة السياسات التي يتبنى هذا الحزب. أنت قادم من حزب حاكم وموجود في السلطة، إذن أنت قادم من السلطة بالنسبة لي أنا وبالنسبة للعديد من المشاهدين. هو القادم من السلطة لو كان جاك وزير اليوم يمارس السلطة بيده. أنت نائب رئيس حركة النهضة. نعم. اللي هي الحزب الحاكم، نائب رئيس يعني مش منصب صغير. نعم. نائب رئيس، وهذا الرئيس يعني الناس تقول عليه أنه يحكم اليوم في تونس، أنه الرئيس الرابع في تونس، ثم ثلاثة رؤساء، ثم شكون يقول أنه الرئيس الرابع وأنت نائبه. إذن أنت قادم من السلطة. أنا سنبشره إن شاء الله بالحديث. تفضل. مرحبا سي عبد الفتاح، مرحبا بك من جديد في برنامج الصراحة راحة. الحدث يفرض روحه طبعا، احنا كنجيبوا ضيف تغير الأحداث تجعل الضيف يتغير ونعود ونستضيفوه باستمرار طبعا لتغير الأحداث وتغير زاد المحيط والمواقف نتاع الضيف. طبعا تعرف البرنامج ما نيش باش نقدمه لك كما يجب، ولكن نقدمه للسادة المشاهدين، نذكرهم اللي البرنامج هذا برنامج سياسي يعتمد الأسئلة المحرجة، والديكور نتاع البرنامج يتغير حسب مناطق الحوار. أستاذ عبد الفتاح، باش ننطلقوا من الحدث المربك اليوم في تونس طبعا هو اغتيال المرحوم شكري بالعيد. نحب نبدا نسألك من الاخر، يعني شكون الخاسر وشكون المستفيد من هذه الجريمة النكراء التي استهدفت الأمل في تونس واستهدفت المستقبل واستهدفت يعني كل نقطة ضوء في هذا النفق اللي نعيشه فيه؟ شكون المستفيد وشكون الرابح حسب رأيك؟ يبدو أنه لا يختلف اثنان في أن الخاسر في هذه العملية الخسيسة هي الثورة التونسية، هو الشعب التونسي، هو مستقبل الاستقرار والنماء في تونس، وتبع لذلك المشرفون على حظوظ هذا الاستقرار والنماء أو المطالبون بإنجازه، وهم الترويكا الموجودة في الحكم. هؤلاء جميعا خاسرون من هذا الاغتيال يقينا، والربحون منهم الربحون الذين يستفيدون من الفوضى. شكونهم والذين تحديد الأشخاص أو الجهات، ولكن تقريبا شكون يعني اللي نجموا يربحوا من هذا الاغتيال ويستفيدوا؟ ما نحبش نوقع في فخ أن أتهم الناس جزافا أو أتهم الجهات جزافا.
صارت برشا اتهامات، ولكن شكونهم؟ انا نقول يعني الناس اللي عندهم مصالح. شكونهم الناس اللي عندهم مصالح في الداخل في الخارج؟ ثم في الداخل ثم في الخارج. الوضع الجديد بتونس هو مربك لأناس كانت لهم مصالح وتعطلت هذه المصالح سياسيا او ماديا واضح. في تونس واضح. يعني سياسيين ورجال اعمال او غيره، هؤلاء الذين خسروا سياسيا وخسروا ماليا، بعضهم رضي بالوضع الجديد وتأقلم على ان يحقق مصالحه بالشكل الجديد المتاح. أيوة. ليس لديهم إصرار على البقاء على النهج القديم. واضح. لكن يبدو أن هناك قلة قليلة لا تجد نفسها في غير الماء الآسن المتعفن. واضح. وهؤلاء يرغبون في الجذب إلى الوراء لأنهم لا يعتقدون أن القدرات المتاحة لهم بالمزاحمة مع غيرهم تمكنهم مما كانوا عليه. واضح. لكن فهم أطراف خارجية كذلك لا تنظر بعين الرضا. دول يعني أطراف دول. نعم أطراف يعني أطراف زي شوف دول. الحديث عن دول يعني قوى متنفذة في بلادها. أي دول أحسن يعني. خير لأن وقت نقول بلد نقول بلد الفلاني بلد في ولا بلد أ مش معناها وأن كل الأطراف فيه تستفيد الحاكم أو الحاكم في يعني تلك الدولة. فما قوى سياسية متنفذة في بعض البلاد هذه يسوءها هذا الحراك الجديد الذي يحصل في تونس إما خوفا من العدوى أو خوفا من ضياع المصالح الفكرية الإيديولوجية الاقتصادية السياسية تكوين ولاءات جديدة انتماءات جديدة. واضح. هذه الدول به قبل ما نمشي للدول خلينا في الداخل. أنت توجهت الاتهام الكلاسيكي المتكرر والذي أصبح ممل ومزعج للتوانسة وما عادش يصدقوه برشا اللي هو الأزلام، حكاية الأزلام والأشباح والأطراف. يعني أنت مشيت ديريكت للأزلام كالعادة في كل حادثة تصير في تونس، في كل حادثة مربكة، في كل حادثة خطيرة إلا وتتجه أصابع الاتهام نحو الأزلام. الشماعة اللي نعلقوا عليها كل شيء ونهربوا منها من المسؤولية هي الأزلام. يعني الكلام ذا يا سي عبد الفتاح ما عادش مقنع برشا للتوانسه. من قبل وانتم تقولوا الازلام عندكم معناها ملي شديتوا السلطه وانتم الازلام ونسمعوا ديما على الازلام، ولا مره هكا شديتوا اعطيتوا دليل اثبتوا التحقيقات وصلت جابت نتيجه شافوا التوانسه دي بروف مقنعه قعدت الازلام 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 يعني ما عادش يصدقوكم برشا التوانسه. عندك حق. هو التعميم في الاتهام اي يفقده مصداقيته ويفقده قوته. بالضبط. موجه نحو أشباح تظهر الحقيقة. احنا اليوم أمام واقعة مادية محددة. أي. ما قلته هو توقعات. لم أحدد فيها لا حزبا ولا طرفا سياسيا محددا. وإنما قلت دائما أبدا في الإجرام أول ما يسأل عنه الباحث من المستفيد من بالضبط. هذا الفعل بالضبط. ومن المتضرر منه. أنت حددتني على المستفيد يعني هذا سيوجه مش كان للأزلام ينجموا يستفيد. لا 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 ما قلتش هذا داخليا. قلت أنت مشيت كان للأزلام. قلت ولا الذي لا يرغب في الاستقرار السياسي في تونس مش ثم إسلاميين داخل الإسلاميين ينجموا يستفيدوا من هذا المتطرفين والمتشددين. هو لابد من تحديد شنو هي فائدتهم. لأسباب إيديولوجية لأسباب معناها دينية متشددة لا يحقق الفائدة المرجوة إذا كان بالنسبة لهم فائدة. ماهيش فائدة مش فايدة. يعني أنت تبرأ الإسلاميين بمختلف فئاتهم وطياراتهم. أن الإسلاميين لهم فائدة في اغتيال المرحوم الأستاذ شكري بالعيد. لا الإسلاميين اللي في الحكم ولا الإسلاميين السلفيين ولا السلفيين أبداً الجهاديين أبداً ولا أنا أستبعد ذلك تماما وباليقين. ليش؟ أي. مش لأن الإيديولوجية الإسلامية تأبى علينا أن نغتال غيرنا فقط. لا لا مش كلكم مش هذا. طيب هاني جايك. لا ثم اللي يعتبر القتل جهاد في سبيل الله والقتل معناها فيه أجر كبير في سبيل إذا كان في سبيل الله. هو هكا يرى الدين الإسلامي وهكا يرى. هؤلاء أعلنوا أن تونس ليست أرض جهاد حتى يستعملوا فيها هذا الأسلوب من التعامل. إذن أنت وأنا أخذهم بالتزامهم وهم يدركون حق اليقين أن إزالة شخص مخالف ليست مهمة الحركات ولا مهمة الأفراد. يا أخي كل أصابع الاتهام اليوم في تونس تقريبا كل أصابع الاتهام موجهة نحو الإسلاميين. من اتهم الإسلاميين اليوم؟ السياسيين كلهم يتهموا في الإسلاميين. أين؟ بعض الإعلام يتهم الإسلاميين يعني في المقالات والتصريحات اللي نشوفوا فيها الإسلاميين مستهدفين. طيب الذين يتهم في قفص الاتهام ها نأخذه احنا بالتحديد. إذا كان المقصود أطراف سياسية ليست كلها بل أطراف سياسية محددة. أي. هذه عندها مصلحة في إقصاء الإسلاميين من الساحة السياسية.
الذي يشهد ضدي وله مصلحة في الشهادة ضدي أو يتهمني وله مصلحة في اتهامي هل يقبل قوله؟ يا أخي شنو مصلحة والد الشهيد؟ مثالش نقولوا عليه شهيد ساعة ولا لأنه فما شكون يقولون من الإسلاميين يقولون لا كيفاش تقولوا شهيد؟ كيفاش ما نقول شهيد؟ نقول شهيد ونص ولا. لا. مثلا الوالد نتاع الشهيد هو إنسان بريء أبارامو غير مسيس وجه أصابع الاتهام ديريكتومون إلى حركة النهضة وإلى راشد الغنوشي هذا على لسانه هو لا. إلى الشيخ راشد الغنوشي حملوا المسؤولية زوجة الشهيد لا. أيضا كيف وجهت أصابع الاتهام نحو حركة النهضة ما نحكيوش على الأطراف السياسية يظهر لي ثم شبه إجماع كما لا. شفت لا. على اتهام حركة النهضة والإسلاميين لا. ثم شكون يتهمها بطريقة غير مباشرة ساهمت في القتل وثم شكون يمشي لبعيد يقول طريقة مباشرة هي اللي اغتالت لا. نجاوب تفضل أولا بالنسبة لوالد الشهيد ولزوجته وأنا أنضم إليهما في مصابهما وأعزيهما وإن كان منع علي أن ألتقيهما نحكي في هذه طيب لكن أنا أقدر أن حالة اللوعة والأسى الشديد تجعل الإنسان ينطلق من منطلقات خاطئة أو يصرح تصريحا خاطئا ولذلك رغما عن تضرري من هذا التصريح الصادر من الوالد أو من الزوجة فإني أبيت أن أناقشه احتراما لحالة اللوعة التي يعيشانها هذا إنسان في وضع ما نجمش نكلمه لكن وقت اللي تبرد الترعة نقول له يا من تتهم فلانا أما رئيس حركة النهضة أستاذ راشد الغنوشي أو حركة النهضة ما هي حجتك أو دليلك أو قرينتك على ذلك به أنا نحاول نجاوب نعم. عندهم معطيات المعطيات هذه المعطيات وأنا كنت من آخر الناس اللي شافوا المرحوم شكري بالعيد وكنت قاعد مبرمج معاه في حلقة كانت باش تكون السبت هذي ولكن مصيبة الموت ومشيئة الله أبت عكس ذلك الله يرحمه كنت نحكي معاه في الكواليس قعدت معاه 3 أسابيع تقريبا وحكالي ما نقولش سمعت ولا قريت حكالي على تهديدات قاعد يتعرض لها بطريقة كبيرة وكان حذر حتى في تحركاته وقت اللي جاني لاحظت كيفاش خرج كيفاش جاته كرهبة هزته كيفاش خايف كانت تجيه تهديدات ومصدر التهديدات وهذه يعني شهادة معناها نقولها مصدر تهديدات كان يقول أنهم إسلاميين يهددوا فيه بالقتل من نهضة إسلاميين كان يقول إسلاميين نعم ما نقولوش النهضة وما ما قالش ما سماش نعم. قال إسلاميين يهددوا فيه بالقتل وهو مهدد في حياته قال هالي ومشي على روحه ومعناه على أساس باش نتقابله وبعد سمعت بعملية أختي أولا هذا الكلام أنا أرجوك أن تضعه على ذمة التحقيق نحن أمام روح سقطت في تونس ونحن أمام جريمة أنجزت وكائن من يكون من وراء هذه الجريمة يجب أن يفضح أنت أول مرة تسمع سي عبد الفتاح الكلام هذا أنا سمعت الآن أنا سمعت ما فماش ناس كل تحكي تقول أنه شكري بالعيد تعرض إلى تهديدات بالقتل أنا أسمعه من جهة بالاغتيال وحتى على لسانه هو كنت تتفرج في حواراته يقول أنا مستهدف إيه مستهدف من من؟ من أنت سيادتك أنت اليوم حددت الجهة أي. ولذلك أنا أرجو حددت الجهة مش الأشخاص ولا الأسماء ولا الأطراف أرجوك أن تضع شهادتك هذه أنا على ذمة التحقيق على ذمة أوكي. التحقيق وذمة أوكي. الشعب التونسي على ذمة التحقيق. لأنه أنا يسوءني أن تبقى هذه الشهادة اللي ممكن أن تؤثر في سير الأبحاث وكأنك ماكش عايش معنا لا فما كون أخي التهديدات هذه أخي أول مرة تسمع بها سيتغير وإحنا نتكلموا على مستوى معلوم هي. أنت تتكلم في على تهديدات أنا نوريك سي سمير بلا من عيم من أتفضل عندك حق كونه الأستاذ شكري بالعيد رحمه الله كان محل التهديد هذا أعلمه منه مباشرة بالضبط ولم يحدد للجهتها أنت بالنسبة لك حدد لك الجهة حدد لي الجهة مدام حدد لك الجهة هذا معطى لا أعلمه من قبل أرجوك أن تضعه على ذمة البحث والقضاء هذا كلام قالوه السياسيين الكل قالت قالوه قالت زوجته حتى زوجته على ذمة التحقيق يا سي سمير راه الاتهام نوعين فما اتهام بالتوقع يا أخي أنت أول مرة تسمع سياسي يقول هددوني إسلاميين متطرفين بالقتل والاغتيال إيه نجيب الشاب مش سياسي يا سي سمير احنا في موقف دقيق أنا لا أتهم أنا أنقل إيه؟ رد بالك معناها تأول لي كلام أنا أنقل شهادة وهذه شهادة ما نتهم حد علاش لأنه هذه عندما تكون لما تكون في حالة الوسعة
احنا عندنا في القانون التونسي عندنا التهديد نوعان. التهديد اللي يعقب عليه القانون هو التهديد الجدي الذي يصحبه إعداد أو إشعار بإرادة التنفيذ. أن يكون التهديد غائما هكا عائم، أنا هدوني، أنا سبوني، أنا شتموني، هذيك تتعدى، هذيك واحد يقول أنا متعدي، أنا قد أبقاه وقل لي توريك يلي قلت توريك هذا قال الله يرحمه هو توا في دار الحق وإحنا في دار الباطل. هذه حقيقة هو قال ومانيش أول واحد نقولها، عائلته كل قالوها، زملاء قالوها، حمل همامي قالها، أنت تاخذ فيه وكأنه كلام جديد، كلهم قالوا من الإسلاميين متطرفين باهي، ما قالش لا حركة النهضة ولا فلان ولا الحزب الفلاني، قال إسلاميين متشددين ومتطرفين يكفروا فيه ويعتبروه كافر، وانت تعرف هذا وملحد وكل الكلام هذاك. وثم شكون اليوم هنا نشوفه فيه توا ذي سي عبد الفتاح، هاو ثم شكون يستخسر فيه حتى الصلاة ما تصليوش عليه خاطره شيوعي وخاطره ملحد، هو هذا خطأ. وثم شكون حتى في صفحات معناها يقول شماتة وكذا ونترفع عن على الكلام هذا، هو هذا كلام موجود، هذا كلام نقبله أنا موجود ما نقبلوهش، لأنه هذا أولا لا يعبر لا عن فهم للإسلام، هذا يعبي قلوب الناس على الإسلاميين، لا يعبر لا يعبر عن تدين. شكون قالك هو هذاك إسلامي اللي قاعد يقول فيه؟ شكون قال؟ تيمو هذا إلصاق تهمة بجهة معينة، أنا نجم في فيسبوك تحت اسم المستعار نلصق في راسك ما باشا، صحيح بحيث أنا في تصوري في الحالات الدقيقة كهذه نبعد عن الاتهامات الايديولوجية، هذه اتهامات منطلقة والاختلاف الايديولوجي ماهوش هذا وحده اللي على الساحة الآن، في محسبات سياسية هذا الاغتيال ماهوش اغتيال ايديولوجي، أنا فاهمي. شكون قال كنت عندك زادة دليل أنه ماهوش اغتيال؟ لا فاهمي أنا أعطيني فاهم أمشي معايا، تفضل. لو كان اغتيال بأسباب ايديولوجية لكان سابقا ومنذ مدة، لأن الأستاذ شكري بالعيد لم يغير موقفه من بعض القضايا الإيديولوجية وهو مصر على موقفه، كان متسلب ومتشدد وما جاش حد لا من توا الآن الموت يقطع الخصومة عايش خويا، الرجل الآن في دار الحق ولا أقول فيه إلا خيرا، لكن نقول الموقف الإيديولوجي بالنسبة للأستاذ شكري رحمه الله لم يتغير منذ مدة. أي طبعا اللي عنده بشي يعمل حاجة حقه عملها من قبل. الأمر الثاني وهو أقنع أكثر قناعة أن هذا الاغتيال يتنزل في جو مشحون بأزمة وزارية ويتنزل في قمة هذه الأزمة ليعطيها دفقا جديدا. الآن الحدث هذا طور الموقف من الترويكا وطور الموقف من حركة النهضة، لأنه بعد أن كانت حركة النهضة مطالبة بتنحيط الانسداد أمام الحياة السياسية والتنازل عن موقفها من وزارة السيادة، أصبح الآن المطلوب منها التنحي عن الحكم، بل أصبح المطلوب منها اليوم أن تحاكم وتخرج من الحياة السياسية مطلقا، تتنحى لها الترخيص. إيش نفهم منه هذا؟ نفهم أن هذا الحدث يوظف لخدمة غرض إقصائي سياسي، يعني أن المستفيد منه هو طرف سياسي مش طرف إيديولوجي، يعني فما واحد طرف سياسي في تونس عنده مصلحة من اغتيال المرحوم شكري بلال، هذا هو عنده مصلحة من نتيجة الاغتيال مش من اغتيال، لا مش من الاغتيال. مسكين الأستاذ شكري بالعيد استعمل كأداة لتنفيذي ضحية، ذهب ضحية، ذهب ضحية ما فيش كلام، لأن الذي استهدفه ما يقصدوش هو، وإنما يقصد الانعكاس الذي سينجر عن اغتياله، يعني ينجم يكون طرف داخلي يقينا طرف داخلي أو سياسي طرف داخلي يخدم مصلحة خارجية، هذا موضوع ثاني، هذا يجب التحقيق، المهم طرف داخلي لكن سياسي، لكن طرف داخلي بالأساس يعني أحد الأحزاب من غير ما نسميه أحد الأحزاب، مش بالضرورة أحد الأحزاب، وإنما طرف عنده مصلحة في تحديد أجندة سياسية جديدة. إيه الأحزاب عندها مصلحة سي عبد الفتاح، علاش تهرب من الإجابة؟ لا الأحزاب اللي عندها مصلحة تشكون عنده يعني مصلحة، يعني عندي حجة توا اللي فما حزب من الأحزاب إيه وكيكون طرف تحليل من الأطراف يعني تحليل شخص صاحب مصلحة يجم يكون مجموعة ما عندهاش حزب تجم تكون مجموعة حزبية تجم تكون في حزب واحد مجموعة أحزاب تجم تكون، لكن العنوان هو عنوان سياسي وليس إيديولوجي.
معناه اتهام الإسلاميين بأنهم وراء الاغتيال. هذيك حسابات إيديولوجية. المرحوم كان دائم الاتهام للإسلاميين بممارسة العنف وبالتهديد بالفوضى وكذا، كان ديما يتهم البهلول بالإسلاميين هو اللي حقق له هذا الاتهام، لأنه اللي جي يقتلوا معناه يقول بالمجد احنا الإسلاميين عنيفين. هذا مجنون يعني يتسمع. فماش مجنون يعني فماش مجانين. نعم فماش متطرفين، ما فماش مجانين، ما فماش متشددين متزمتين يعني الى حد اللي الى حد معناه اللي يحب يعاقب الاستاذ شكري بالعيد على اتهامه بالعنف ما يستعملش العنف. المعقول معناها المنطق. هذا انت تحكي هك. أنا هكا مش كلهم مش هكا راي الاسلاميين كل فكروا هكا سيدي. الاسلاميين كل طياراتهم تفكر هكا عندها نفس لا فما منطق نتقاسمه. ثم سيادتك أنت كنت تقول لي وأن العنف عند البعض منهم مبرر بإيديولوجيتهم. كيف يتهم الأستاذ شكري بالعيد رحمه الله بالعنف؟ هو قاعد يصفهم بوصف هم يحبذونه بل هم يتبنونه. علاش يقتلوه إذن؟ ما تهمهمش بحاجة ما هيش أصيلة فيهم، هو تهمهم بشيء أصيل فيهم. يعني أستاذ سمير سمحت تفضل، نحب نستبعد التبرير الإيديولوجي. علاش هذا نستبعده؟ مش لأنه متوجه إلى طرف إيديولوجي أنتمي إليه، وإنما لأنه يغطينا الحقيقة. احنا الان بهذه الاتهامات الزائفه هي اسرع تهمه مشيت هي للاسلاميين، اسرع تهمه لان اسهل شيء لانه يعملها المواطن اللي ما عندوش المعطيات الموضوعيه. لانه الوقائع زاد سمحني سي عبد الفتاح، لانه الوقائع تسهل هذا الاتهام. وقائع العنف اللي قاعده تصير في البلاد والخطاب المتوتر وبعض الممارسات بعض السلفيين، مش كلهم طبعا، بعض السلفيين وبعض المحسوبين على السلفيين، هذه كلها تبرر الاتهام السريع ديريكت. الاتهام مشى للاسلاميين، وهذه المعطيات اللي تقول فيها سيادتك هي تبرر خلاف النتيجه اللي توصلت لها. لاني انا كي نحب نعمل عمليه وما نتهمش بها، نجي في اطار محدد ونوظفها في ذلك الإطار لتحسب لذلك الإطار. يعني أنتم ضحية مع شكري بالعيد تحب تقول؟ يقينا أستاذ شكري بالعيد الترزا في عمره الله يرحمه، وإحنا الله يرحمه ويغفر له. إحنا اليوم مش نترزاه في عمرنا، إحنا باش نترزاه في وجودنا في مصداقيتكم الوطني، باش نترزاه في وجودنا الاجتماعي والسياسي. فما حركة سياسية يثبت تورطها في العنف بهذا الشكل ويبقى لها وجود تتحرق تماما. بل ذلك اللي خطط لهذه العملية يعرف يحسب سياسيا. إياك ثم إياك تقول لي واحد بهلول، إياك ثم إياك تقول لي واحد عنده تخميرة من التخميرات. اللي يخدمها يتصف بصفتين، يعرف يوظف الحدث السياسي ويحسب السياسة، ويعرف يسدد كيما ما فلتوش في أي كرتوشة من الكرتوشات. كان يتصور أن الكرتوشة السياسية ستنجح كما بقيت الكرتوشات. واضح. عندكش معلومات على التحقيق وين وصل؟ الذي أعلمه أن التحقيق الآن يمسك خيوطا، لكن من مصلحة التحقيق ألا يفشيها. أما خيوطا نجم توصل يعني. ممكن توصل يقينا. وأنا من الناس اللي حريص، أنا ما نرقدش في الليل. لأنه أنا كي نبدأ متهم أنا غايتي أنه تصدر الحقيقة التي تبرئني. اليوم قيادي في الجبهة الشعبية اللي هو الأستاذ ناصر العويني استبق كل شيء، استبق نتائج التحقيقات، وفاجئ الرأي العام قال مانيش باش نصدقه حتى نتيجة التحقيق باش تصدر على الجهات العدلية والأمنية، لأنه ما عندناش ثقة في داخلية النهضة وقضاء النهضة والتحقيقات نتاع النهضة. استبق كل شيء وعمل العمليه استباقيه، رد فعل استباقي. على كل حال انا اعتبر هذا زميلي، راك تكلم فيه على زميلي. اي شنو المشكل زميلك؟ ما يمنعكش باش تقول الحقيقه. لا مش قضيه الحقيقه، زميلي تربيت انا وياه على فرد مدب، تعرفوا اللي علم. لا مش هذا. احنا المحامين احرص الناس على احترام التحقيق عندما ينطلق وعدم استباق نتائجه. وليس من حقي سواء كنت انوب الضحيه وأسرة الضحية أو المتضرر أو المتهم، ليس من حقي أن أستبق الأحداث. ثم هذا الحديث في قطع العلاقة بالثقة بنتائج البحث، هذا كلام غير مقبول. ممكن يتقبل في حالة سخانة. ثالثا في حالة سخانة، أي في حالة سخانة وقت اللي يبدأ الإنسان في حالة غليان. فهمتك. الأمر الثالث الذي أقوله، هذا التحقيق معروض للتقييم من الأطراف الأجنبية. والذي أعلمه أن الداخلية الآن بصدد الاستعانة بخبرات أجنبية. أجنبية؟ أي نعم. وشو المانع؟
باش نستعينوا بخبرات أجنبية. أنا ما عنديش اليقين في ذلك، لكن هذا ما نما إلى ذهني بأن هناك إرادة الاستعانة بخبرات أجنبية حتى تكون حتى تكون هذه النتائج محل مصادقة وتحت نظر الشفافية. واضح واضح، هذا واضح. أما إذا كان وصلنا باش نشكوا في الداخلية ونشكوا في العدلية من غضوة لمفليشتي ونمشي نعيش في بلاد أخرى خير. واضح. يعني سي عبد الفتاح مثلا باش نعطيك مثال اللي قاعد يصير، جريدة الشروق اليوم احنا نسجلوا في الميسيون في وقت بثها اليوم السبت، الشروق تحدثت في مقال خطير ذكرت فيه بأنه ثم مصادر مطلعة أفادتها بأن أموالا بعشرات الألاف من الدنانير وزعت منذ أول أمس مساء على منحرفين للقيام بعمليات إجرامية تخريبية تحول وجهة اهتمام الرأي العام من مشهد التركيز على الجزازة ومشهد التضامن الوطني مع الشهيد شكري بالعيد إلى معناها حاجات أخرى بعيدة، وتم تجنيد 500 شاب لا تقل أعمارهم عن 20 عاما للتخريب في محيط الجلاز وهو ما حدث. نعم. ومناطق أخرى كما حمام لنف ولو وسط العاصمة وكذا، وذا شفناه في التلفز البارح. يعني كتقول جريدة كما الشروق ومصادر وما نعرف شنو جهة سياسية تتهم في جهة سياسية، شكون الجهة السياسية؟ الاتهام هكا بالإيحاء موجه نحو الإسلامية. لا، هذا استنتاج لا لم أرى له مبررا في الحقيقة. هذا كيف اللي معناها نيته باش يتعدى على شخص كان سكت عليه، يقول شبيك سكت عليه، كان كلمه يقول له كان فيها منين نعرفك، كان خزر له يقول له زيد خزر لي منيح، هو ناوي عليه ناوي عليه مهما كان موقفه ناوي عليه باش يصفي له حسابات. يعني ما يزو لو تارو لا في السياسة هذا ما يتمش سيدي خويا، هذا مش السياسة، هذه جريدة ذكرت. اي هذا ما هذا توظيفه في السياسة. معنا احنا وين داخلين؟ احنا داخلين خنقة اليوم. معنا احنا الان في مخنق في بلاد من البلدان، في مخرج متاع تونال، واللي خارج مكسر لنا راسه. هذا كلام هذا يليق بتونس؟ هذا لابد من كشفه وكشف خلفياته. راو الإيحاء بأن تونس اليوم هي تحت وطأة عصابة متنفذة تريد الاعتداء على الناس. مش راو هذا استهانة بشعب تونسي. يا سي عبد الفتاح، يا أخي تتفرج في التلفز ولا استهانة بالدولة؟ شفت البارح شنو صار ولا في محيط الجلاز؟ شو منين جاوا ذوك؟ أنا جبتهم. لا نسأل فيك، منين جاوا يا أخي؟ ذوك من الشعب التونسي. إيه منين جاوا؟ شكون شدهم الأمن ويقول لنا منين جاوا؟ إن شاء الله يقول لنا. ديما خاطر يتشدوا عباد كيما هكا وما يقولوناش شكون. 260 إيه في بال. بشلامتهم في يديهم. بالضبط. ما عليك نبحث يقول لنا. نتمنى وإذا كان ما يقولناش نطلبوا إسقاط الناس اللي قاعدين يقوموا بالبحث. واضح. باهي. هاو نزيد نعطيك معلومة أخرى. في إذاعة شمس. تم القبض على سيارة مسلحة بالهراوات والسكاكين في شارع حبيب بورقيبة ومصادر أمنية، ذي كلام إذاعة شمس مش كلامي أنا. قالت لي شمس أن السيارة هذه سيارة ماتريكول فرنساوية لقاو فيها تابع لجان حماية الثورة. حلوة. ها. لا حلوة ياسر، هذه جميلة ياسر. هو جايب زلاط باش كل واحد يضربه بزلاط يحط له الطابع نتاع ديال الشارع. لا لا الطابع موجود في كلامه. فركسوا السيارة. فما واحد لو يدور بكهرباء وفيها طابع نتاع الشارع. يعني كذبت كل شيء انت طبعا. لا في هذا توا اذا كان يكون المتكلم عاقل يكون المتصنت عاقل منه. انا ما نراش وان هالكلام هذا يثبت الا ما يتحال على البحث والتحقيق ونثبتوا ملابساته. من انا غدوة نحط لك بطاقة تعريف سيادتك انت نسرقها لك ونحطها لك في كهرباء ويعبطوا منها سراق يمشيوا لسي سمير طول يقولوا له انت عملت العملية. واضح واضح. به الاتهام المباشر استنى جو... سمحني انا بورتابلي تشبيه بورتابلي على بورتابل كان معايا باش حبيت نتصل انا بجهه امنيه ونتكلم معاهم في الموضوع هذا، لكن بورتابلي يظل لي كسيد اللي دخلني نحاهولي اللي كلمته باش يدخلني. تحب تتصل بجهه داخليه تفضل. لا انا حاجتي تو بورتابلي نعطيك تليفوني. لا الراجل دخلت هذاك اللي شدني انا هابط من الكهرباء يظل لي هو رمى يده على مكتوبي. شنو؟ إيه نعم السيد هذاك اللي دخلني لابس فيستا زرقاء. شنو معناه تتهمه سرق لك تليفونك؟ فين التليفون؟ تاني هابط من الكهرباء والراجل شدني من يدي. شنو الحكايه هذه؟ كاميرا كاشيه ولا شنو؟ شنو معناها كاميرا كاشيه؟ معناها انت سيادتك انت تقلقت لان اتهمت شخص بانه هز لي تليفوني.
اي تجسد لي في الحكايه به. اي وانا من تقلقش باش تكون سلطه سياسيه قائمه في البلاد تختزلوا بمئات الالاف نتاعها، تختزلوا في قطاع طريق في ناس قتلت ارواح. يا استاذ افهم معنى الخطوره نتاع الاتهام. رانا احنا نتهموا في جزء من الشعب التونسي بانهم سراق وقطعيه. راه مش معقول ان يقع نزاع بين الاطراف السياسيين، هذا مرحبا به. اما ان يتحول ذلك الى اتهام مجازفه بهي بهي بهذا الشكل بهي فهذا الامر. نجم نجاوبك تفضل، انت تو متحمس كذا. انا محل الجواب، لكن سيادتك انت ترشد وانا نسمع سيدي. اي انا باش نسالك باهي، احنا شفنا في المساجد خطب نتاع تحريض على القتل ولا شفتها ولا موجود. تكفير وتحريض على القتل، وهو التكفير ديجا تكفير يعتبر تحريض على القتل. وقت يتكفر الانسان هو انك تحرض على قتله، لانه فما ناس متطرفين، فما ناس يتحمسوا، فما ناس ينفعلوا يمشي ديريكت يقتلوا. الخطب هذيك والايمه هذوك متابعين شكون، وتحت سلطه شكون، وتحت اداره شكون، والجوامع شكون محتلها اليوم؟ جاوبني سي عبد الفتاح. جاوب حضرتك تفضل جاوب. سيد وزير الشؤون الدينيه كان اشعر قبل شهرين تقريبا بانه فما 450 مسجد تحت سيطره خارجه عن سيطرتي يا اخي الوزاره. هذه دوله ما تنجمش تغير امام جامع معناها. خليني نجاوبك سي جراف. نجاوبك تفضل. خارجه عن السيطره هذا هو معناه خارجه. هو يا اخي في تونس هذا المكان الوحيد الخارج عن السيطره. يا اخي فوسفات قفصه هي داخله تحت السيطره. الطريق اللي انت تمشي فيه هو تحت السيطرة. تحت السيطرة موش تحت السيطرة سيدي. ما فماش دولة. لا فهمني عادي. إذا تسميلي حتى شيء ما هو تحت السيطرة من الدولة. لا نقول لك الوضع اللي احنا فيه للدرجة هذه. الوضع اللي احنا فيه الآن عم ناول احنا ما كناش تحت السيطرة أصلا. احكي لي على الجوامع. لا سمحي سمحي نجاوبك باش نقول لك اللي مش تحت السيطرة. عم ناول موش وزير نتاع الداخلية دخلوا له المكتب نتاعه وسرقوا له بورتابلو. هذاك في وضع في بدايه ثم فراغ كبير واحد ما عادش يسير توا. ما كناش تحت السيطره. اعطيني الجوامع تحت سيطره شكون مالك؟ ما همش تحت سيطره الدوله. علي باش نجاوبك نقلا عن سيد وزير الشؤون الدينيه. لا اي 450 مسجد الان تقلص العدد ليصبح 120. يعني هذه المساجد قاعده تسترجع شيئا فشيئا. تحت سيطره شكون؟ هي تحت سيطره وزاره الشؤون الدينيه. تحت سيطره شكون ال 120؟ ال 120 تحت سيطرة أطراف السلفيين ارتقوا المنابر، أطراف متعددة، مالهم السلفيين وغير السلفيين. غير السلفيين شكون باش يسيطر على الجامع؟ اللي عنده رغبة باش يواجه الناس. حزب العمال ولا حزب الشيوعي؟ اللي فحام. مش شيوعيين معناها. لا لا شكون؟ لا شكون؟ لا اللي حرضوا على القتل شكون؟ تابعين شكون؟ سمح لي يا سيدي. واللي كفروا في خليني نجيك. خليني نجيك. تفضل. نسأل فيك أنا راهو ديما نسأل. أنا نقول لك المساجد اليوم اللي خارجة عن السيطرة فيها ناس يعتبروا أنفسهم هم أدرى بالإسلام وأعلموا به. بالضبط. هما اللي قاعدين يحرضوا. أنا كي كديت طريحة في جمال، شكون اللي حرض عليا؟ ما هو إمام جامع. بالضبط. طلع فوق المنبر وقال لهم الزفت هذا ما يدخلش البلاد. كافر وبه وعلي. مشاو ضربوا. مش أول مرة تتعرض لعملية مش أول مرة. إيه هاني أنا متضرر من هذا الوضع. يعني أنت تعترف بوجود عنف من بعض الإسلاميين. لا لا. من فئة من الإسلاميين. فما عنف. لكن هل هو كنت تنجم اللطف عليك سي عبد الفتاح، اللطف عليك وما نتمنى لكش وربي يطول في عمرك. كنت تقتل. كنت تنجم تتقتل في اللي ضربني بوني خارج. واللي ضربك بكاس. كان ممكن يضرب واللي ضربك بكاس في وجهك. كان كنت تنجم تموت. ها وينجموا يقتلوا. من لا. اي فوالا. وهذاك علاش انا نقول لك الوضع محتقن بشكل يستوجب منا باش نكشفوا الاسباب الحقيقيه لهذا الاحتقان. مش نمشيو نلوجوا من بعيد. معناها توا القاتل عمل العمليه ومشي على اليمين. هذاك علاش اليوم فما اطراف سياسيه تقول اللي حركه النهضه تتحمل جزء كبير من مسؤوليه اغتيال المرحوم شكري بلعيد، لانها تساهلت مع المحرضين على القتل اللي ما يتحاسبوش واللي قاعدين يحرضوا على القتل ويكفروا في الناس ويحتلوا في الجوامع وما يحكم فيهم حد. هذه مش مسؤوليه؟ معناها احنا هذه مش مشاركه في الجريمه؟ صحيح. احنا نطالب بطريقه غير مباشره. احنا نطالب من بعد الاتهامات المباشره اللي هي يلزم يثبتها تحقيق. وكلامك مقنع. يلزم يثبتها تحقيق في نوع الاتهامات العشوائيه تولي فتنه في البلاد. شوف سيدي احنا كي نتهموا الحاكم او السلطه بانها قد سهلت للمعتدين الاعتداء بسلبيتها، يلزم نحققوا اسباب هذه السلبيه. اسباب السلبيه في كثير من الاحيان هي عدم القدره على ضبط هؤلاء الناس. وشنو هؤلاء؟ اسمعني سيدي. عدم القدره. اي نعم. سيغراف. يعني احنا اليوم جمع الزيتونه. انت شفتوا انه جمع الزيتونه خرج الامام نتاعو ودخل الخلدونيه وفكر الخلدونيه.
تتهم السلطة بأنها تساهلت في ذلك تتهم اليوم. لأنها ما تطبقش القانون. شو معنى تطبق قانون في جامعة يا أستاذ سمير؟ الجامعة راهو الجامعة راهو يخضع القانون في وزارة الشؤون الدينية كما كل كما الإدارات. هو صحيح مكان مقدس وكذا، ولكن في القانون التونسي الجامع يخضع لوزارة الشؤون الدينية، وفما قوانين تضبط كل نشاط في الجوامع. مش مسيبة يعني جاوبك عادة وانت ما خليتليش مجال. تفضل تفضل. لا نعلق. في إحدى مدن الساحل كان قدامي 600 شخص دخل عشرة أنفار بالتشويش متاعهم انسحبت من المسجد. عليه باش نوقف عشرة ماك 600 نقول لهم أضربوهم باش نسيل الدم باش يولي خالق ومخنوق في بيت ربي باش ترتفع الأصوات في بيت ربي. في الحالة هذه الذي يستعمل العنف ولا يرعوي عن احترام المسجد يفرض عليك أن تنسحب. تعرف اللي وزير الشؤون الدينية متاعنا مشى دخل الجامعة زيتونة باش يصلي بالناس، هو في المقصورة ينتظر الوقت ويطلع واحد فوق المنبر فكلوا البقعة. ايش يجي يعمل وزير الشؤون الدينيه؟ يستنجد بوزير الداخليه يقول له ابعث لي 600 بوليس يستسلم وكه. ما يجمش يعني فوضى داخل المساجد اليوم. لان وضع المساجد يقتضي ترتيبا خاصا، ولذلك هؤلاء المشاغبون الذين يستعينون يعني خليهم يحرضوا على القتل ويكفروا الناس ويطالبوا بقتل فلان وفلتان ويحرضوا عليهم. قاعد تفك منهم وفما ناس محالين الآن على المحاكمة، فما التحقيق اللي سب الأستاذ البشير الباجي قايد سبسي هو أمام المحاكمة وغيره هو أمام المحاكمة ويجب أن يحكم عليهم وأن يعلن الحكم. لكن أحنا ما نتابعوش الأبحاث التحقيقية لأن هذه الأبحاث تبقى سرية. لكن وقت اللي نطالب بذلك أنت بيدك مستهدف شيخ اليوم، أنت بيدك مستهدف صحيح مستهدف وتخاف على روحك زاد محطوط في القايمة لأنك متهم بأنك تروج في الإسلام اللايت وبأنك مايح مع أعداء الدين ومنحاز لأعداء الدين ما يسمى بأعداء الدين أو الكفار وكذا. إيش حبني نعمل؟ نسكت؟ معاش ننصح الوطني ومعاش ننصح الديني؟ أو نولي نرعش كيف القصبة في الريح؟ وإلا نبدل مطعم الكلام متاعي الذي أقوله أقوله عن يقين وإيمان ومبدئيا والأمر بيد الله والموت والحياة بيدربي. وحتى اللي قالوا لي برا هز معاك شكون يحميك قلت له تجي كرتوشة بشي يخرج يده ويقول لها أقف. تاو الأستاذ شكري رحمه الله قدام زوجته قدام السائق متاعه وحصل له ذلك. بحيث احنا في المجتمع إذا كان ما فماش ضمير يرجع للمجرمين راو ما هوش ممكننا باش نعيشه. ولذلك احنا كلنا مهدين، كل صاحب فكر كل صاحب راي مهدد ولست وحدي بالضبط. وخياني في المجتمع المدني وفي المجتمع السياسي والمجتمع الاعلامي وكلنا مهددين من ذلك. اذا كان قدر ربي باش نموتوا نموتوا من اجل قضيه وهي حريه شعبنا، والا كل واحد ما عليه كان يضرب الطار ويرقص على النغمه الموجوده وتنتهي القضيه وهذا مش صحيح. واضح. به نغيروا لون الحوار استاذ عبد الفتاح مور ونمشيوا لمنطقه اخرى في هذا الحوار. اهلا وسهلا. مرحبا بك. سي عبد الفتاح، اليوم فما كلام يتردد في الاعلام وعن طريق بعض الاعلاميين ايضا يروجوا فيه عن اختراق وزارة الداخلية من ميليشيات تابعين لحركة النهضة وميليشيات تحكمهم قياديين في حركة النهضة وتم تسمية حبيب اللوز الشيخ الحبيب اللوز، ويحكيوا على نفوذ بعض شيوخ حركة النهضة وقادة حركة النهضة نفوذهم في وزارة الداخلية. واليوم وقعت تسمية أسماء ولات قضايا في المحاكم ولات الغسيل نتاع الداخلية منشور على وسائل الإعلام، كل واحد يقول يفجر قنبلة، فما بعد برا التحقيق توي ظهر، يعني فما نوع من الفوضى. شنو حقيقة هذا اختراق الداخلية؟ كل مرة نسمع مصيبة، نسمع حكاية تزيد تخوفنا أكثر، إذا الداخلية وقع اختراق أو إذا الكلام نتاع الإعلاميين هذوما كما سي سفيان بن فرحات كما زياد الهاني صحيح يولي الموضوع مخيف أكثر، يرعب يولي مرعب للمواطن. شوف هذا الكلام أخشى أن يكون منصبا في إطار ملء قلوب التونسيين بعضهم على بعض. يعني هذا باش يبرر ان ينتقل الاغتيال من الاستاذ شكري بالعيد رحمه الله ليصبح اسلوب تعامل بيننا ومبررا. بعضهم يبرروا بايديولوجيا والاخر يبرروا بمصلحه وطنيه.
وهذا خطير جدا. نقطة الاستفهام توضع أمام هذا الكلام أولا، لأنه اللي عندهم المعلومات شبي قعدوا يستناوا حتى مات شكري بالعيد باش يقولوها؟ شبي ما قالوش قبل؟ اي سمعوا بالمده هذه، ثم شكون يقول سمعت المده هذه؟ ايش بما سمعك اليوم؟ شبي الخبر ما يتقال الا نهار توقع الاغتيال؟ المفروض الخبر هذايا يكتم في فتره الاغتيال. حتى انت موجود داخل حركه النهضه، نعرف ماكش باش تقول لي، حتى كان تعرف حاجه ماكش باش تقول لي، ولكن مع ذلك نسالك مسيج. ايه تفضل. انت نائب رئيس حركه النهضه. لاش بيني انا نائب عندك باش ما نقولكش؟ لا حاشيك حاشيك. لا وخي حاشيك بيضه وباش ندخل بصباطي. حاشيك، فما اعتبارات ما تخليكش تكون صريح 100%. عليه؟ ما تنجمش. عليه معناه انا دخلت حركه النهضه باش نولي ماهيش راجله؟ لا اللطف عليك، كيفاش قام الكلام هذا؟ لا الرجوله تقتضي الصدق. الرجولة تقتضي الأمانة. ما لكون صادق والعهدة على 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 لسانك. يعني وزارة الداخلية اليوم الكلام اللي قاعد يتقال عليها مش صحيح، يعني مستقلة على حركة النهضة وزارة الداخلية. أنا البارح سألت في بلوز مشيت له كيل بول دونير. متغشش هي. متغشش وقريب يا حبيب، قلت له تستعمل في راجل بنتك وعندك اتصال بهذا فلان الفلاني اللي قالوا عليه هذا سي محرز؟ سي محرز ولا شنو؟ مدير عام. يا قال لي انا ما عنديش بنتي اصلا. انت حضرت في عرس اولادي ذكور، ما عنديش طفله. اللي ثبتوا اني علاقه عندي علاقه بشخص اسمه محرز اللي سمعت اسمه لاول مره، معلي كان يقدمها للمواطنين التونسيين ويشنقوني في باب سيدي عبد السلام. تفضل وريني. ان يكون فما 40 شخص قاعدين يتدربوا، معلي كان يثبت هذا؟ 20 يا اخي احنا وين يا استاذي؟ والله نسالك انت، معناها احنا وين وقت اللي نسمعوا الكلام هذا؟ احنا في افغانستان، في الصومال، في غابه، لا في صحراء، فين؟ في فوضى، فين؟ احنا في تونس، معناها نسمعوا كلام كيما هذا يرعبنا. احنا في حانوت بايك السبتي، ماناش في دوله. السبسي؟ السبتي السبتي. السبتي. احنا ماناش في دوله اليوم. احنا في 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 كوخ كلخ لا عنده باب لا شباك. هذا كلام يتقال على تونس. عملنا ثورة باش سعدنا يطيح، باش إدارتنا يطيح قدرها. أنت تتصور أستاذ شو مصلحة إعلاميين يقولوا كلام ذي قبل ما عندهم مساد؟ خليني نجاوبك على تفضل. معنى تونس اللي عندها تقاليد إدارية مستمرة من 3000 سنة، نهارت اللي مشى الرئيس السابق وتونس قعدت بلاش رئيس، نقصدش للمواطن التونسي مصلحة إدارية. اللي مشى البلديه باش ياخذ مضمون ميلاد اخذه، واللي وقف قدام البنكه باش يجبد فلوس يجبدها، واللي باش يبعث ماندا عن طريق البريد بعث، واللي باش يركب في الكار، ايش معناه؟ هذه الاداره معناها عندنا اداره قائمه ولها تقاليد. يعني النهضه ما عملتش تعيينات في وزاره الداخليه؟ تعمل باعتبار الوزير مسؤول. واللي عينتهم مش منتمين لحركه النهضه ايديولوجيا ولا ما ينتميوش؟ اذا كان جاءوا باش ينفذوا سياسة الوزير فهذا من حق الوزير إذن. أما أن تكون سياسة الوزير هي سياسة معادية للأحزاب أو معادية للمصلحة الوطنية فهذا يستوجب إسقاط الوزير وإسقاط الحزب الذي كلفه. عدم حماية اجتماعات الأحزاب ما تصبش في مصلحة، في مصلحة معناها أنه في معنى أنه هذا ضد مصلحة الأحزاب. ما لا حركة النهضة اللي قاعد تحرق مقراتها، سي وزير الداخلية متواطئ مع اللي يحرقونها في محلاتها. واضح. هكا. تاو حركة النهضة تحرق محلاتها، بل هي المستهدفة أكثر من غيرها. ومش معنى هذا أن ننفي المسؤولية عن السيد وزير الداخلية، نقول له أنت مسؤول. يحمي هكا وقت يحمي مقرات النهضة واجتماعات الأحزاب. وقت اللي أنا سألته البارح. به أي. قال لي وقت اللي تنتشر الفوضى في البلاد من شمالها إلى جنوبها يولي فما مواقع مخصصة هي التي نحميها. به اللي فيها سيادة الدولة ومصلحة المواطن. به على ذكر هذا. نحب نسألك سؤال. نعم. يسألوه برشا توانسة اليوم، علاش توقف حرق الزوايا اليوم؟ علاش فجأة كنا نسمعوا كل يوم نسمعوا بزاوية حرقت، اليوم فجأة منذ أسبوع تقريبا وتزامنا مع حديث الاغتيال ورغم الفراغ الأمني الموجود فجأة توقف حرق الزوايا، وصلوا تقريبا ل 80 ايش و 80 وفجأة توقف حرق الزوايا وما عادش يحرقوا في الزوايا، رغم أنهم ينجموا يكملوهم كل تو في الفراغ هذا. الجواب في المقدمة سيدي. لأن اللي قام بعملية حرق الزوايا هي نفس اليد اللي قامت بقتل الأستاذ شكري بالعيد، ولذلك كان يهيئ لي. يعني خطط تغير؟ لا هو تهيئة، ذاك عمل تهيئة، هذاك عمل تهيئة نقمة شعبية. النقمة الشعبية تتناول الناس اللي في سيدي بوسعيد اللي مسؤولهم القبر بتاع سيدي بوسعيد، واللي في بير رحفي، واللي في جبة، هذوك اللي مسؤولهم الولاد نتاعهم. يبدأ فما خلفية نتاع غضب وكملتها
الحدث الأكبر أنا في تصوري اليد اللي خدمت الأول هي اللي خدمت الثاني، ولذلك هيات بالأحداث الأولى أحداث جزئية لتأتي بالحدث الأضخم وترميه للساحة لتحول مسار السياسة في البلاد. يعني هذا تعتبر استهداف للإسلاميين؟ هذا شوف ديما ضحية الإسلاميين. لا 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 مانيش باش نبكي على الإسلاميين، الإسلاميين ساعدهم كي ساعد غيرهم في تونس. أنا نبكي على تونس والاستقرار في تونس والمسار الديمقراطي في تونس اللي مسؤولين عليه جميعا. اللي قام بالعملية هذه مش يستهدف الإسلاميين فقط، هو يستهدف الاستقرار في البلاد والأمن متاع المواطن، يستهدف قفته، يستهدف ولده وبنته ومدرسته، يستهدف مستقبله. يعني تحكي على مخطط كامل من حرق الزوايا إلى أحداث أخرى إلى الاغتيال، كلها مشروع واحد، مشروع تدميري وتخريبي واحد. هذه في تصوري بيست ما ينبغيش أهمالها، ممكن توصل ممكن توصلش، لكن المحقق والباحث واللي يبحث على الحقيقة يلزم يحط قدامه لي بيست الموصلة. هذه بيست هاو شدوا سلفيين في حرق السيدة المنوبية والداخلية أعلنت أنهم سلفيين يتحملوا مسؤوليتهم. معناها هك قلت هم بيدهم قتلوا عملوا الاغتيال. يا سي سمير يا أخي أنت مكسول تونس، معناها إذا كان 80 زاوية تحرقت وتشدوا خمسة مسؤولين على زوي من السلفيين، معناها 75 الأخرين قاموا بهم سلفيين. وبالك شي سلفي الله غالب عليه الشاب هذا غلط، راه الحرق قاعد يوقع انخرط فيه. ديما مبرراتك جاهزة، ولو أني أنا مبرر جزء كبير من السلفيين اللي هما أثبتوا لي هما أبرياء من برشا أحداث. أستاذ سمير أنت فرضت عليها باش يكون جوابي ليك من قبيل التوقع، لأنك ما عطيتنيش معطى مادي مسؤول عليه إنسان. أنا مش قاضي، أنا مانيش قاضي وأنت ماكش قاضي. واضح. نحن نتكلم في نطاق التوقع. بيان سير بيان سير. سي زياد الهاني حكى على قيادي سابق في حركة النهضة تعرفه بالقدا أنت، سي محمود شمام. سي شمام سي محمد شمام. سي محمد شمام اللي هو قيادي كان بارز. سي محمود شمام قاضي ربي يشد في عمره، عمره 100 سنة. ربي يطول في عمره. سي محمد شمام حكى عليه سي زياد الهاني، قال أنه موجود حاليا في وزارة الداخلية ويسير وعنده نفوذ في وزارة الداخلية ويتحكم فيها، وهو معروف بأنه رمز من رموز الجناح العسكري المسلح في حركة النهضة سابقا، وهرب من بعد لأنه اتهم وتحكم عليه بالإعدام وكان متهم بالتآمر على أمن الدولة، ومعروف بالميل إلى العنف. هذا كلام زياد الهاني. وفجأة طلع علينا فيديو نتاع سي شمام في الفيسبوك، شفتوا الفيديو؟ لا باهي، خليك تحكي لنا ساعه وبعد نقول لك على الفيديو. الفيديو باش انا مش عندي معطيات خاطئه. لا قل لي شنو حكيت انا شمام. اخر مره عنده علاقه بالداخليه سي محمد شمام. اخر مره شفت سي شمام وانا طالع في الطياره ماشي لباريس ولقيته في قاعه الانتظار. يعني موجود في تونس هو؟ لا وقتها انا باش طالع لباريس، قلت له فين يا محمد؟ قال لي انا ماشي لستوكهولم. قلت له شبيك انت ما استقريتش في تونس؟ قال لي انا مرتي واولادي في ستوكهولم وعندي أولادي قراو وما نجمش نغادر البلاد هذيك، لأن عندي مصالح دراسة أبنائي ومصالح اجتماعية موجودة غادي نعيش من غادي. يعني عيش في ستوكهولم؟ عيش في ستوكهولم. هو قال هكا في الفيديو. يا سيدي والله إلا في علمي بها الفيديو تحكي. هو هبت فيديو قال لي هو موجود في ستوكهولم. إيه وهذا ممكن إثباته، شنو الحكاية؟ أنت ممكن إثباته. تسيادتك أنت توا الآن توا نمشي نجيب لك التليفون نتاعو، قال لي رجع لي بورتابلي بركة، وتوا نعطيك نمرو التليفون نتاعو وبرا كلمه، توا تلقاه في ستوكهولم. واضح. شوف سيدي احنا ولينا كراكوز نتاع مضحكات مبكيات. معناها المعطى الاول لا لانه الدوله ضعيفه زاد سي لا معناها احنا نحلو لانه الدوله ضعيفه اللي يجي يستقوى عليها واللي يجي يتجرأ عليها. معناها معناها ضعفتوا الدوله. موسى يبكي وزاد ضعفهم. مش قانون اليوم الداخليه بيدها متاعبه. شنو ضعفنا الدوله؟ شنو معناها ضعفنا الدوله؟ يا اخي مصلحه الحاكم باش تكون دولته ضعيفه؟ من يقوي الدولة؟ هو المواطن بانضباطه. لا والدولة بفرض القانون باش وبفرض الهيئة تفرضوا بآليات وبالعدل وبالعدل وبالمساواة وبالازدهار وبتوفير التنمية. شوف الدولة تتحقق زادة هيبتها برشا حاجات، مش كان بقوة القانون وبالأمن وبالقضاء، لا زادة بتوفير التنمية، بالعدل، بالمساواة، بالاهتمام بالمهمشين، بالبطالة، هذا زاد يوفر هيبة الدولة. أنا على اثنين أنا طالع على مصر باش نلوج على عصا موسى وتنوريك عصا موسى إيش تعمل في تونس. أنت ماشي بالك التنمية تم بقرار والأمن تم بقرار وزارة الداخلية تتصلح بقرار وزارة العدل تتصلح بقرار، مثلا الحرب عند النظارة. تونس تحتاج يعني إلى وقت، تحتاج إلى جهد. أنا البارح نتكلم أنا والسيد وزير الداخلية، قلت له أولادك يسألوك شبيك ما تجيناش تزورنا في الجهات، ولا أفشي سرا في هذا. قال لي شبيش نمشي نعمل
وقت اللي ندخل المركز نلقاه مهرس، السقف نتاعو يقطر، والحيط نتاعو مكسر، والطواول عنده طاولة بلا ساق، والكراسي ثلاثة مش أربعة، اش نجم نعمل؟ قلت له ما هو تعمل، قال ما عنديش ميزانية. هل 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 كم الهائل من البؤس التي الذي نعيشه في تونس في جهات مختلفة يحتاج إلى تضافر جهود، مش بتنقيص الإنتاج متاع الفوسفات 60% من المداخيل تنقص في عام 2012 باش نقوموا بالبلاد، مش بالمطلبية الملحة نقوموا بالبلاد، مش بالإضرابات المتزايدة نقوموا بالبلاد. اليوم بوئام اجتماعي نحي عليه حركة النهضة التالي، تفضلوا يا شعب تونس اختار قيادة سياسية مخضرمة ومخلطة واستجب لطلباتها. يعني شوف باش نختموا حكاية هذه اختراق الداخلية والموضوع هذايا اللي عمل بلبلة في البلاد وزاد خوف العباد، يعني زوز إعلاميين يحكيوا على مصادر داخل وزارة الداخلية يقدموا حجاج من ذات قضاء يا سيدي، هاو ثم أمنيين قاعدين يسربوا في معلومات كما هذه ملا إذا الإعلاميين تحدد أنا طالب باش يتم قضاء في ذلك ويتم بحث في ذلك قاعد يتم البحث اليوم راه ماهوش معقول تفتح تحقيق شنو على خاطر أنت سيادتك ساكت كي نتكلم عليك وننسب لك كل شيء يلصق فيك واضح. باهي نرجع شوية للمرحوم شكري بالعيد ومش نحكي على حاجات خاصة جدا. سيادتك سي مورو مشيت عزيت العائلة حضرت الجنازة، سمعت اللي أنت كنت ناوي باش تمشي للمصحة وقت اللي جثمان موجود فيه أنت وسمير ديلو، ثم تراجعتوا بالداخلية نبهتكم إلى أنه الأمن نتاعكم في خطر، أطراف سياسية مختلفة نبهتنا إلى خطورة الوضع. كنتوا باش تمشيوا للمصحة؟ أنا حضرت روحي وركبت في السيارة قلت لهم منزوني المصحة ولدي معايا، قال لي مصحة المنزه، بعد تبين أنه مصحة أخرى مصحة النصر. مصحة النصر فبدلنا من مصحة المنزه ومشينا احنا ماشيين في الطريق عندها وشعرت بخطورة هذا الواقع. علاش أنا ماشي؟ أولا هذا حدث يهم زميلي وحب يهم صديقي وأنا كنت أنا في البلاتو نعرف وكنت ومازحه قلت له تصلي قلت له أنا والله من يفك عليك، قلت له فك عليك من نظف فك عليك من غنوشي بجاه ربي فك عليا من المدرعات أعطيني، قلت له أنا والله ما أني فك عليك إلا ما تولي تصلي في الصف الأولاني في النهضة. قال لي كانك عصلة بيني وبين ربي وكانك على النهضة يبطى شوية طب صلوا شوي بعد طلع قال لك الصلاه يا شيخ ما تبدلوش كلام، قال لك الصلاه اوكي اما النهضه لا بدون النهضه هذا ما قالش بيني وبين ربي يبطى شويه هذا مفهوم انا تو هو مش هم يقولوا عليه ملحد وكافر وكذا والناس ثم ريبورتاج اثبت لي هو حافظ القران عيب هذا الكلام صحيح ولا يقولوا اي بعض الناس يقولوا يا استاذ سمير هذا لا ارضاه عيب مش انا قلته مش عيب علي انا عيب علي قالوا لا هذا اسلوب مع الاحياء ما يمشيش خلي مع الموتى اي الميت الميت لو حصلته بالخير اما زاد ما فيه بس يقطع الخصومه واضح فك علينا من اليوم يتقال الكلام هذا يا سي عبد عيب هذا ما يتقالش كلام هذا لان احنا لسنا يعني ما عزيتش العائله بكل لا انا عزيتهم عن طريق وسائل الاعلام العامه ما علي ما هزيتش تليفون وكلمت مرته ولا كيفاش انسان ولا انسان مرفوض مرفوض انت شخصيا زاد ما فيش كلام انا مني قال الترويكا ما فيها النهضه ما هي الترويكا وسيادتك انت قدمت لي على اني انا اي بيان سور اي مقدم في الرد مقدم في الراكب بصفتك صديق او زميل تقبل شوف انا باش نجي ندرع الخواطر بتاع الناس مش معقول الناس في ألمهم وحسرتهم انا مساندتي لهم قد ابلغتها عن طريق وسائل الاعلام وانا صادق في ذلك ولا زلت يعني شنو شعورك وانت تصير تتفرج في كل القوى كل الطيارات كل الفئات الشعبيه تحضر جنازه الفقيد كانت جنازه تاريخيه يعني شنو شعورك وانت تتفرج في الجنازه المهيبه والعظيمه هذيك وانت معزول مع رفاقك ومع زملائك ومع اخوتك معزول بريسك عزلوكم على الجنازه الناس كل حضرت تونس كل حضرت الا انتوما خصوكم بعدم لا احنا والاخرين يعني شعور مريض الترويكا اي الترويكا يعني السلطه شو شعوري نقول ان شاء الله هكا حد الباس يعني لو يتماذى هذا التعامل يعني اقصائنا من الحياه العامه في تونس يعني يوليو ثم قوى قاعده تعزل فيكم يعني في جنازه المرحوم لطفي انا هذا لا انسب عزلكم شوف في الاسره هي اللي قالت سامح شوف الاسره قالت خو المرحوم وايضا زوجة المرحوم وايضا والد المرحوم
والأكثر والأكثر زاد أخوه قال لا للترويكا ما يحضروش ما حاجتش بحدود اللوعة والأساس. وهذا سمعته بول. لكن أن يتحول ذلك إلى موقف من قوة سياسية في البلاد هذا خطير. احنا عشنا في الاقصاء مع الانظمه السابقه. انا ما نحبش طرف سياسي الان يقصي طرف سياسي. تمنيت انك تحضر في الجنازه. ما فيش كلام. يا اخي هذا شعور انساني وشعور اسلامي وواجب التضامن، يعني الذي يخفف المصاب على اهل الضحيه هو شعوره بالتضامن العام. به وزاره الداخليه قالت حسب مصادر مختلفه انه 1,400,000 تونسي حضروا الجنازه. لا مش صحيح. مش صحيح. وزاره الداخليه؟ اي ذا شفناه على لا لا على في بعض الجرائد في شفت في جرائد معناها 1,400,000 استاذ شفت في جرائد الكترونيه وفي جرائد معناها قالوا انه 1,400,000 وفي تصريحات سياسيين وكذا. اي تعرف شو معناها 1,400,000؟ معناها من تونس حتى الفوشانه معبي بالعباد 1,400,000. تعرف شو معناها 1,400,000؟ لو تونس قداش فيها ساكن؟ زوز ملاي. معناها النحيه والمرضى واللي في السبيطارات واللي في الحبوسات. مش صحيح قديش الرقم اللي قالته وزاره الداخليه وقاله الاعلام الاجنبي ما بين 50,000 و60,000 وهذا ما عنده حتى تاثير. نسأل فيك كنت باش نقول لك خاطر ثم تعليقات خرجت انه عدد اللي حضروا الجنازه هو كم قد عدد اللي صوتوا للنهضه 1,500,000. شوف هذا لعبوا تفدليك على روح ضحيه. أنا ما نحبش لعبوا تفدليك هذا تعليق. إيه معناها تعليق. إذا هم 1,500,000 اللي يقولوا في الكلام يعني فيها رمز ما همش محترمين مشاعر الأسى اللي حلت بالشعب التونسي بمناسبة هذا الواقع الجلل. أنا نحب من بعد قضية الاغتيال وقضية القتل وجثمان الفقيد والجنازة عن المماحكات واللعب والضحك. سي عبد الفتاح جنازة 60,000 ولا 100,000 ولا 20,000 جنازة عظيمة هي جنازة عظيمة وجنازة مهمة في كل الأحوال. التضامن الوطني كان مفروض أن يمتد من الشمال إلى الجنوب وقد كان. لأن تونس مهددة بهذه الواقعة مهددة في كيانها السلمي. ولذلك مش 1,500,000 المفروض وكان فما 8 ملايين يجم يخرجوا للشارع يجم يكونوا خرجوا للشارع. سي عبد الفتاح نغيروا لون الحوار ونمشيوا لمنطقة أخرى. أهلا وسهلا بك. تحت الطلب سيدي. أهلا وسهلا. سي عبد الفتاح مورو كما حكينا على الاتهامات الداخلية لازمنا نحكيو زاد على مميزات الداخلية أو فضائل الداخلية أو إنجازات الداخلية. البارح تونس تعديت بنهار نجم تقول من أخطر النهارات في تاريخ تونس، يمكن أخطر نهار في تاريخ تونس. الناس كل يد على قلوبها، الناس كل خايفة من مفاجأة، الناس كل في حالة انتظار في حالة رعب في حالة خوف. والحمد لله النهار تعدى بسلام بفضل وقفة شجاعة وجريئة وكبيرة من أعوان الأمن. نعم. فريمون معناها هذه كلمة حقي لازمها تتقال في وسط الحلقة هذه بدون استفزاز وبدون حتى شيء. البارح أعوان الأمن كانوا أبطال وكانوا رجال وتعديت البلاد بسلام من مرحلة الخوف والرعب والخطر إلى مرحلة الاطمئنان ورجعت الناس تتنفس وارتاحت شوية أموها وخف عليهم الضغط والخوف. الحمد لله اللي يتقال الكلام هذا حيال يلزم يتقال عوان أمننا وأبنائنا الذين يتقال. نشعر مشكلة الاتهامات في وقت من الأوقات أريد فصلنا عنهم وفصلهم عنا يلزم يتقال وقدموا لنا على أنهم هم أعداءنا وأسباب مصايبنا بالضبط ولم ننسب حكمنا لأن هذا الأمر إذا حق على البعض القليل منهم فإنه لا يحق على الأكثرية الغالبة بالضبط يلزمنا نعترف هل بيه. إطار هذا هو إطار المحاين والهموم هذوما الناس ديما في الشارع هذوما الناس ما يقعدوش هذوما معرضين للبرد والسخانة هذوما معرضين للمفاجأة هذوما محرومين من الطعام من أسرهم من أهليهم ينقلون من مكان إلى مكان وهؤلاء معرضين للمخاطر وبالمناسبة نترحموا على روح الفقيد يقين. الأمن رجل الأمن المرحوم لطفي زار اللي حبيت نذكره بكل تقدير واحترام لأنه جاء في خضم اللوعة التي أصابتنا بموت الأستاذ شكري بالعيد وبعض الأنفار ما سمعوش به نقول ذلك شهيد وهذا شهيد الآخر شهيد فكره ونضاله السياسي وهذا شهيد عمله الوطني شهيد الواجب شهيد الواجب الوطني اللي جعله يتعرض إلى الموت ويخلي أربعة وليدات صغار ويخلي مرأة ويخليهم بدون إمكانيات الله يرحمه وبالرجال ذوما تونس نجم الواحد ولذلك تحية تقدير واحترام يتمنى عليها شوية على الأقل ونقول له الإطار ابقى على وطنيتك وابقى على حيادك إياك يغرك
أمر الرغبة في الانسياق مع أي تيار سياسي كائنا من كان، راهي ما دامت الحد وما هي باش تدوم لحتى حد، وما دامتش للدستوريين باش تدوم. ما تقولوش كان في التلفزة، قولوا في حركة مقر حركة النهضة. على كل حال الاجتماعات عندي خطاب قلته في سليانة أمام العموم في حركة النهضة، وقلت هالكلام هذا قبل 5 أيام ولا 7 أيام، قلت نفس هذا الحديث وأؤمن به. خاطر ساعات نحسوك عندك خطاب إعلامي تلفزي وخطاب كواليس. ابدا ساعات اذا كان كما الفيديو اللي قاعد يدور عليك على الشيخ وجدي غنيم اللي قلت فيه معناها قاعد تتودد له وتعتذر له كذا وتجامل فيه، انا جاوبتك عليه عاد في اباني قلت لك مش تودد، قلت لك هذاك احتراما. لا الفيديو جديد تو قاعد يدور جايبينه من الكواليس اللي انت تقول له معناها اطفالهم عنا واطفالهم كذا. هذاك جاوبتك عليه جاوبتك عليه في ابانه. اي معناها نحكي لك على ازدواجيه الخطاب سي عبد الفتاح، رد بالك من ازدواجيه الخطاب. لا ازدواج الخطاب الناس تقعد تصدقك وتقعد عندها ثقة فيك يا أستاذ سمير. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافق يزيد على الكافر بكونه يظهر ما لا يبطن. حشيك يعني ازدواجية الخطاب هي نفاق وهي أشد من الكفر، رغم أنه ونقولها بكل صراحة واثق من هذا بعض أبناء حركة النهضة يتهموا فيك بهذا وما يحبوكش، وهذا حقيقة. ولليوم لليوم ثم ناس تحسهم متقلقين منك، متقلقين من وجودك في حركة النهضة، هم من أبناء حركة النهضة. تعرف هذا ولا وشون أكيد المعنى؟ تعرف يا أخي، وفم واحد حاز الإجماع في حياته أكيد. ورسول الله ما يحز إجماعا، ربي ما حاز إجماع في الدنيا. تعرف تحبني أنا حز... نعرف ونص وتعرف نعرف اللي عندي برشا عادة وبرشا خصوم وبرشا يسبوا فيها وبرشا يمزبلوا فيها ويتهموا فيك ويخونوا فيك، ونقولوا هذا دليل على كوني إنسان وعلى أني واقعي وعلى أني ولد مجتمع متاعي. تعرفهم انت شكون؟ نعرفهم اللي تعرفهم بالاسم وبالواحد، يشبه وجودهم يعطيني مصداقيه. يعني علاقتك بارده ببعض الاطراف في حركتك؟ لا لا الحمد لله علاقتي حاره على المستوى الانساني، بارده على مستوى القيم المعوجه اللي نمن بها معوجه. تعرضك للاعتداء يا عبد الفتاح، تعرضك الاخير للاعتداء تزامن مع تصريحات قلتها انت في بعض الجرائد متمرده نوعا ما على التوجه العام لبعض قيادات حركه النهضه وعلى رؤيتهم للوضع وللدين وكذا. يعني تزامنها هذايا خلى البعض اول يقول انك انت قاعد تتعاقب على ارائك ومواقفك. مش كان عليه؟ الاعتداء ما كانش بريء. إذا كان أحنا نوم الآن بالعقوبة الجسدية لمن يخالف في الرأي فما زلنا في طور متخلف. أنا وجودي يفرض أن نحترم بعضنا ونضالي أن نكون قادرين على احترام بعضنا. أختنا من الشعارات والكلام الرومانسي يعني أنت تعرف ذا ولا عندك شك في هذا؟ هذا كله عندي بلاد الذهن ولا عندي مخدة في راسي؟ حشيك ما تعرف عندك يعني تعرف الحكاية ماهيش بريء. الحمد لله أمي فطمتني على الفستق البلدي. ثم شكون حرض عليك دونك؟ صحيح التأويلات صحيح. قلت لك إمام طلع في المنبر وقال لهم هذا ما يلزموش يدخل البلاد. لا نحكي من الحركة. لا لا ما عنديش علم بالحركة ولا بداخل الحركة. أي نسأل فيك على الحركة. عندي ناس مخالفيني في الرأي يراوا أنهم يأدبوني. أنا نتمنى لهم ربي يهديهم. باهي ما تراش أنه دفاع مجلس الشورى عن قاتل لطفي نقذ اللي المرحوم لطفي نقذ الله يرحمه اللي مسجون حاليا اللي في رهن الإيقاف، دفاعهم عليهم مطالبته مطالبتهم بالإفراج عنه هذه انحياز واضح للعنف وللقتل؟ شوف هذه تطرح القضية يعني هذه أثارت برشا بلبلة الحكاية أنه مجلس الشورى يدافع على واحد متهم بالقتل ويطالب بالإفراج عنه وكأنه يعتبره بطل في اللي يرتكبه. راو القانون يقول لنا المتهم بريء ما لم تثبت إدانته. اي ما المطالبه خلي القانون يا اخي خلي يحترم القضاء. وشكون قالك وقالك تدخل في القانون؟ لا. قالك افرج عليه. اي انت كقاضي ما تحبش تفرج عليه شلون انت؟ لا انا كمحامي نمشي نقدم مطلب افراج من فضلك. أي. انا كمحامي نمشي نقدم مطلب افراج في شخص يجيو مالي الضحيه يعطيوني طريحه يقول لك كيفاش تطلب افراج عليه؟ هو ذا معقول؟ هذه قضيه بين يدي القضاء معطيتها بصدد الجمع. هؤلاء اللي يتكلموا قالوا احنا طالبين الافراج عليهم من منطلق التضامن مع زملائهم في الايقاف فقط. اما اذا ثبتت التهمه وايدوها عندها يصبحون مدانين. لو كان القضاء يقول هو مدان ويجي سيادتك انت كصحفي وتقول لرئيس الحركه او واحد من الحركه هذه تقول له هل مدانين انت تتضامن معهم؟ المطالبه بالافراج عن متهم بالقتل ما هيش مبرر، غير مبرر. عائلته تطالب بذلك، عائلته من حقها، محاميه طالب بذلك، عائلته ومحاميه هذيك. لا لا سامحني عائلته من حقها، محاميه خدمته هذيك هي خدمته يدافع عليه ويطالب بالافراج عنه، ولكن مجلس الشورى حركه النهضه
عنده نفوذ، مازن شورى حركة وفي حزب حاكم وقياديين كبار عندهم مسؤوليتهم قدام الناس قدام الشعب وكذا. شوف وقت اللي يقولوا كلام كما هذا يثير ضجة يثير بلبلة، لأنه هو بالنسبة لي بريء ما لم تثبت إدانته. به ديما تبارك الله عليك أنت محامي وديما تلقى مبررات. يعني خرجت سابقا من حركة النهضة، غادرتها سابقا منذ سنوات طويلة، ودعيت في تصريحاتك أنك غادرتها بسبب انحرافها نحو العنف في الوقت هذاك، وكنت ماكش موافق على التوجه نحو العنف. اليوم سي عبد الفتاح، هل ترى أن حركة النهضة بريئة 1000% من العنف الذي يطغى ويرتكب في هذه البلاد؟ أنا نأكد لسيادتك، نخلي ضميرك يجاوب، نأكد لسيادتك أنه إذا ثبت لدي أن هذه الحركة تقوم بالعنف أو تشجع على العنف، لن يسعني إلا مغادرة الحياة السياسية نهائيا، لأن ما عادش قادر باش نتحمل أني أنتمي إلى حركة تصرح بأنها لا تعنف الناس ولا تدعو إلى التعنيف وجيب الغير يجيب لي حجة على خلاف ذلك. إلى اليوم لم يثبت لدي، وما هوش متوقع، الذي يصل إلى الحكم كيفاش يعنف غيره؟ كيفاش يقصي غيره؟ ما هوش معقول يقصي مانو ميليتاري معناه، وكأنها غريبة من الغرائب، موجودة في التاريخ، موجودة الأمثلة في التاريخ، في أنظمة أخرى وفي ثورات أخرى صارت. احنا كان عندنا تحدي، قلنا الحركات الإسلامية في 20 سنة الماضية ارتقت الحكم ولكنها لم تثبت أنها قادرة على الحفاظ على الديمقراطية مع صفتها الإسلامية. قلنا احنا التحدي الأوحد الذي من شأنه أن يرد الاعتبار لهذا التزاوج بين الإسلام والديمقراطية، واللي هو ولا مهدد طبعا. والعالم حيانا بذلك، وفكرة الترويكا يا أستاذ اللي هي فكرة الترويكا هي هذه بيسدد الاحتضار، فكرة الترويكا حاليا يعني مهددة. علاش؟ مهددة بالأضمحلال، لأنه دخلت الحسابات السياسية. نساو الدافع النبيل اللي جعل الناس هذم يلتقيوا، كانوا قالوا من نهار الأولاني احنا قادرين باش نتعايشوا بعيدا عن المصالح. واضح. الجميع يتحدث على جناح في النهضة يسميه صقور النهضة، نعم، وجناح آخر يسميه حمائم النهضة. كل مش الجيش. كل أصابع الاتهام متجهة للجناح الصقور، هذا الجناح المتشدد اللي رموزه حتى يسميه فيهم ويعرفوهم ويقولوا عليهم التوانسة ويحكيوا عليهم، يعتبروا الجناح هذا المتشدد المتزمت هو رأس الفتنة، والجناح المعتدل هو اللي يضمن شوية يشد النهضة في المسار المعتدل، وقاعد يجذب فيها للمسار المعتدل، بينما الجناح الآخر يجذب فيها للتشدد. بكل صراحة فما الصراع هذا موجود داخل حركة النهضة، وانت المعروف بأنك تنتمي إلى الجناح المعتدل، وهذا زاد دفعت الثمن نتاعه وانت زاد من. أنا حبيت نفهم بركة إيش معنى التشدد؟ التزمت التشدد الديني، ما نضيعوش الوقت في تفسيره لأنك تعرف وش معناه التشدد. هو التطرف، هو الميل نحو العنف والتشدد. يا أستاذ سمير، احنا اليوم في حركة سياسية ما عندناش مواقف دينية متشدة فيها، لا خرجت فتوى قالت لبسوا نساء بالسيف، ولا قالت سكروا طبارن بسيف. لا 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 يعني ما تحاولش التشدد، التشدد هو في الموقف من المساجد، من السلفيين، من الدستور، من كذا، من برشا قضايا كبير. شوف هذه مواقف سياسيه، هذا نجم يصير فيه تشدد وتطرف. سامحني استاذ، في العالم من حقوق المراه، من كذا، من جاي مستقبل الناس، من هذا الدعاة اللي يجيو شكون يتبنى فيهم شكون يجيب فيهم، هذا كل باهي. اذا كان التشدد هو موقف محافظ في القضايا السياسية في العالم كله مبني على يمين موجود ويسار، موجود هذا ولا محافظين وغير محافظين، موجود هذا في حركة أنك أنت تنعل هذه الحركة أن فيها محافظين، العالم كله قابض المحافظين. كلمة محافظين مهذبة ياسر ومعتدلة ياسر ورومانسية ياسر، مش محافظين، قلنا متشددين ومتزمتين. المتشدد ومتطرفين هو الذي يلغي وجود غيره. إذا كان ثبت لي أن الناس هذم يلغون وجود غيرهم مرحبا. فما تيار متشدد وتيار، فما تيار محافظ سميه محافظ، وفما التيار متفتح. اوكي معقول، فوالا هذا موجود، موجود هذا، والحركه هذه وفما صراع ما بيناته، فما تفاعل بيناته. شنو احنا موجودين؟ سميه تفاعل، بدل لي المصطلحات كلها. التفاعل احنا فرد كاليبر كسرونات خارج معمل واحد، القاموس كل عندك، احنا افكار مختلفه شكينا عليه. لكن القدره في الحركه انها بهذا التنوع الداخلي تقدر ان تصدر عن راي يحترمه الجميع، هذا قوي. الأمر الثاني، تقول لي صقور ولا حمائم، ما فهم قرار من مؤسسات، يقول لي قرار الحركة. واضح كانوا قرار صقري،
نقولوا الحركة صقرية، وكانوا حمائمين نقولوا الحركة حمائمية. من الرموز اللي الناس تستهدفها اليوم. نعم. فما برشا حملة نتاع شيطنة للشخصية هذه، الشخصية الكبيرة اللي هو الشيخ راشد الغنوشي، حملة كبيرة ضده، ضد سمعته، ضد مصداقيته، ضد نواياه، ضد رؤيته، ضد تصوراته للبلاد هذه. كل أصابع الاتهام موجهة نحوه. الكثير من التوانسة وانت تعرف اليوم يعتبروه، يعني الكثير ما همش التوانسة الكل، يعتبروه رأس فتنة، يعتبروه محرض على العنف، يعتبروه معقد، هو معقد الوضع. وانت تعرف تشوف الكلام هذا في ألسنة السياسيين، في آراء بعض التوانسة حتى العاديين، في بعض المواقف، في بعض التصريحات، في بعض البيانات موجود هذا، محاولة لتحويل الشيخ راشد الغنوشي إلى مفتن في البلاد. انت النائب نتاعو اليوم في حركة النهضة، انا طامع في شوية صدق منك هكا، كيفاش تراها الشخصية هذه اللي تثير في اهتمام كبير عند التوانسة، تثير في كلام كبير ولغط كبير ونقاش كبير، وزاد النقاش هذايا حدا بعد عملية الاغتيال. ملكي ترى ناس في حومة خارجين، واحد هز في يده فركة والاخر عود حطب، وتخزلهم وين ماشيين تلقاهم باش يقتلوا خنفوسة، تقول هذو مهبلة، هذو ما يخرجوا بهذا التجنيد الكبير إلا لكونه باش يقتلوا عدو كبير. يبدو أن بعض الأطراف السياسية تتجسم قوة النهضة لديها في الشخصية الكاريزماتية الأستاذ راشد الغنوشي، فنقمتهم على الحركة يشخصونها في شخص كما نشخص نحن نجاحنا في رئيس الجمهورية. هذه العقلية القديمة اللي تشخص، يعني مظلوم. لا مش مظلوم في الحملة هذه، يا أخوة ملايكة، هو عنده عصمة. أنا نقول أبرزوا أيها الناس ما تخالفونه فيه، وأبرزوا أخطاءه فيما تخالفونه فيه، وإذا كان يدخل تحت طائلة القانون فليحاكم، وإذا كان يدخل تحت طائلة الخلاف السياسي. تصريحاته تثير هذا هذا اللغط، أعطينا برشا من تصريحاته تثير هذا اللغط. إيه تصريحاته نأخذوه عليها سياسيا، مش قل ألغيوه من الوجود. هل هو فعلا الحاكم بأمره اليوم في تونس؟ هل هو الرئيس الرابع اليوم في تونس؟ لا، هو دعامة من دعامات حركة النهضة، لكن فما مؤسسات من حوله، المؤسسات تقول له لا، وكم من مرة قالت له لا. وهذا على كل حال وقت اللي يرتفع المحافظة على سر الحركة ستجدون مدونا بمحاضر الحركة يتخذ موقفا فيكون التصويت ضده كم من مرة. لو كان نطلب منك باش تنقد الشيخ راشد الغنوشي يزي من الشكر والواح، ترى انقده لي شنية أخطاء وشنية عيوبه. أنا قلت في كثير من الأحيان أنا لا أرى مثلا عدم المد إلى أطراف سياسية مختلفة، هو يرى عدم مد اليد إليها مثلاً، والحركة أيدته بذلك. مثلاً هو مسكر الباب على نداء تونس، وانت ترى العكس، ترى أنه أنا رأى وشو المانع باش مد يدي لنداء تونس ولا غير نداء تونس. الأستاذ الباجي قايد سبسي ما ولا مناظم مناضلين السياسيين في البلاد، وكي نعرف كيفاش نتعامل معاه، نحي من وراءه من الذين يريدون أن يتغطوا بماضيه أو بتاريخه أو بشخصه. والعمل السياسي يقتضي منا أن نمد يدينا لبعضنا. نحن قاعدة تحارب على الفكرة هذه وتقنع فيها، قاعدة نحارب على الفكرة هذه وندافع عليها، ونقول أنه الطيف السياسي المختلف فيه ناس ممكن نمدوا لهم يدينا وتحدثوا معاهم وتخافوا معاهم. اسمع المد يدوا لي أنت ضد شيطنة وتجريم نداء تونس. مراش أنا نقول أناقش سياسته، نبين خلفياته في سياسته، نناقش البرنامج متاعه، معقول. أما نقول هذا ما نتكلمش عليه وما نمدلوش يدي، أنا من رأيش هذا ممكن تخالف أنا وياك. أي فهمت. احنا كنا في فترة من فترات اليساري بالنسبة لينا طريفة ما نمدوش يدينا ليه، هذا كلام معقول؟ احنا اليوم في حياة سياسية متنوعة ونمدوا يدينا اليساري وغير اليساري. الشيخ راشد الغنوشي رأى أنه لا نقاش ولا تطبيع مع نداء تونس. هو المرة الأخيرة باش تفهم أشياقة يا أستاذ، مرة الأخيرة قابل السيد رئيس الجمهورية وخرج بأكثر لين، يعني بخطاب قال لا أستثني من الحوار السياسي أحدا، ولكن بعد كذبوا بعد لا مش هو ما قامت له مؤسسة الحركة اللي هي المجلس الشورى، قالوا له وقالت له لا كلامك هذا ما يلزمناش. أفهم إيش معناه؟ يعني اللي أنت تتصوره هو يأثر على غيره، أو غيره يحب يأثر على موقفه، وهذا واقع. وانت معروف بتسامحك مع ما يسمى، ما يسمونهم ويشيطنونهم ويجرموا فيهم ما يسمى بالتجمعيين، معروف بلينك معاهم وأنك متسامح وأنك تمد يدك وتتعامل معاهم وعادي جدا وضد إقصائهم، والدليل أنك دخلت في حلف سياسي سريع وقصير مع سي كمال مرجان
وانك لا ما كانش حل سياسي يا استاذ. انا جاوبتك عليه قبل وقلت لك طلبنا تكوين منبر حوار. اي معناتها تعامل يعني ما كانش حل سياسي. إيه يعني اليوم باللي عايش خويا توا كلام هذايا توا بعد 8 شهور 9 شهور ما كان المبادره هذيك تي لا نحكي بصفه عامه معليش شد غادي جاوبنا عليه قبل يعني نمشي نجاوب خليني بعد 9 شهور من هاك المبادره هذيك اليوم نحن نقول افتحوا باب الحوار بين الاطراف السياسيه. واضح معناه أنا كنت مستبق لوقتي. ليه وانت كنت تتعامل حتى مع رموز النظام السابق حتى اللي شنو هذه زريقة في الأثناء معناها. لا طبعا كنت محامي مسحت لي ودكيت زريقة طبعا نتيخي نذكرك وقلت لك قبل كنت محامي سي الهادي جيلاني وكنت ما تعملش في نطاق قضية مال أنا سيادتك مش تعيشني نستناك حتى تعمل حركة مع جارك مش تخلصني. موقف يجيني إنسان يقدم قضية نقول له مرحبا بك خاصة إنسان قريت أنا ولو كان بن علي لو كان بن علي موجود وكلفني نقيس وأوازن لكن أنت تعلم تخمم تعلم وأنا بكيت أنا وياك هوني في في البلاتو وقت اللي قلت لك أن زيد الزيادي اللي هو مسؤول كبير في الداخلية طلب مني خدمات سي محمد علي ولم أرده وما نذكرش أشخاص ولم أرده ذكرنيه وقت لم أرده لكونه فلان بوث. رددته لكون الملف لا أستطيع أن أنفعه بيه. فيه واضح أنت تو نائب رئيس حركة النهضة الحزب الحاكم الحزب الكبير الحزب القوي اللي عنده نفوذ اليوم يعني المنصب يبدو المنصب كبير نائب رئيس حركة النهضة رئيسها يقال عنه أنه يحكم بأمره أنه عنده نفوذ كبير وعنده وزن معنوي كبير ولكن يبدو أنه حسب ما نشوفه سي عبد الفتاح اسم المنصب أكبر من النفوذ يعني يبدو أنه منصبك شرفي وشكلي مجرد باش يرضيوك كهو ما عندكش نفوذ ماكش من اقوياء الحزب ماكش قادر على فرض رايك ماكش قادر على المقاومه عندك برشا عباد في النهضه ضدك وكانه موقفك ضعيف برشا في حركه النهضه اليوم هو ما حركه او ثم شكون يسعى لي اضعاف الحركه ما اعطتني كريسي والكريسي اعطته لي في الشؤون الخارجيه بحيث نصول ونجول للبرة سافر وكاو وزير خارجية النهضة يعني. والدخلاني أو قاعد تشوف فيه كيفاش يتم بعدوك شوية على الدخلاني يبكر على كل حال أنا الأيام ما عادش باش نسافر خاطر ساقية وجعوني كنت تسافر على ساقيك يا أخي لا ما نحي ساقية كي نسافر لطف عليك يعني حتى تعرضت لاعتدام ما عجبكش رد الفعل نتاع الحركة التضامن ما كانش حار كما توقعت تغششت وخذيت في خاطر ما تغششش أما حتى واحد ما استلفونه قال لي سبحان اللطيف علاش ما فقوش اعتدام بالحجم ذاك يظهر لي طلبوك برشا سياسيين من المعارضة طلبوني من رئيس الجمهورية حتى للناشطين السياسيين سلموا عليا جماعة وقتها وابناء الحركة اللي قصروا في الموضوع ما هزوش تليفون وما كلمونيش يمكن يقول لك مستانس بالضرب يا أخي حالة من الحالات اللي وقعت له من قبل كيف معناتها ماهوش معقول هذا خليه يتمرمش عندنا به أبو؟ آه لهالدرجة أنت مكروه من بعض الأشخاص لا يقول لك الواش نواسيوه في عايز ما واسيناه قبل يعني اللي فيه ملتيبليكاتور يفعل مفعوله لا تو بالله برحمة لازم تفدلك سي عبد الفتاح أنا كلام نكون سيريوس لا لا أنا ما جيتش بحناك مش تحير لي بحوني لا هذه حقيقة إيه؟ أنا حسيتك تمسيت مشاعرك تمسيت كيفاش تتعرض الاعتداء بالحجم هذاك وكنت مهدد ومن بعد تجيك تليفونات من مختلف القوى السياسية ومن المعارضة واللي تسميهم أخوتك في حركة النهضة قصروا في مواساتك وفي تفقدك ويسألوا عليك وحتى اللي لقاوني أول لقاء بعد ذلك حتى واحد ما هز راسه وقال يا فلان سبحان اللطيف ولا وين جاتك الضربة ما يهمش هذا دليل على أنه ثم شكون يعتبرك غير مرغوب فيك في حركة النهضة ممكن على كل حال اللي يعتبرني غير مرغوب فيه أنا قاعد على قلبه وفاده مانيش باش نخرج من هذا وباش نفعل مفعولي اللي نجم نعمله بالقدرة اللي عندي باش نقنع برأيي أن يقتنعوا أو لا يقتنعوا هذا موضوع ثاني خاطر أنا عندي باي في حركة النهضة ككل منتمي لها أي بيصير من المؤسسين لا ككل منتمي ولو أنه فما عدد من أبناء النهضة يعتبروك في وقت من الأوقات من تاريخ الحركة بعتها للرئيس بن علي وبعت أخوانك للرئيس بن علي اللي عنده حجة على ذلك ما عليك قدمها هذه بن علي خلاني 20 سنة قاعد في بنك في داري أي ما حطكش ما حتى شيء في الحبس ما بعت له حتى شيء ما حطكش في الحبس كيفهم يعني أنا وقفت ما عذبكش وما حطكش أنا الوحيد اللي ما مدحتش بن علي طول حياتي وإذا كان واحد يشد علي أني مدحت بن علي فليتفضل به
علاش بعض قيادي حركة النهضة لاحظوا أنهم يتنقلوا بحماية سي عبد الفتاح؟ نعم الشيخ ذاك سي عادية جدا أنه يتنقل بحماية كبيرة. نعم. نعم. ولكن بعض القياديين أيضا حتى في المجلس التأسيسي يتنقلوا بحماية، وأنت نائب رئيس الحركة علاش الحركة ما تخصص لكش حماية وأنت اليوم مهدد وتدفع في ثمن بعض المواقف وتدفع في ثمن اعتدالك اللي البعض يعتبروه ميوعة ويعتبروه يسميه تسميات أخرى، علاش علاش ما يوفروا لكش حماية؟ ربما كانوا يتوقعوا أن البلا ما يجينيش من برا. ما يجيش من برا، ما عنديش مشاكل مع معظم يجيك من المواطنين، يجيك من الحركة ذاتها. ممكن هذا باش يعملوا لي عسى عليا من الداخل ما تجيش، أما العسى البرانية ما نحتاج لهاش لأنه أنا ما عنديش مشاكل. أي ما عندكش مشاكل طبعا، ولكن أنت أما اللي عدام أنت وتخاف من داخل اللي ضربوني اللي ضربوني راهم غالطين فيا، وقلت لهم اعتبروني بوكم وفهموني. من أنصار الحركة؟ لا لا لا، ما مش من أنصار الحركة، من طيارات إسلامية أخرى، وقلت لهم يا ولدي راكم غالطين، لا الإسلامي بيحلكم ولا شخصي متواضع. حتى بعض أنصار الحركة معناها عندهم انتقادات كبيرة، لكن يوصلوا للضرب لا ما نعرفش، إذا ما نعرفوش، ولكن أحيانا نشوفوا حاجات تاع تكفير وانتع كذا. يا أستاذ، ضريبة الحرية هي التحمل. به الحركة اليوم، حركة النهضة حسب ما تبدو في المشهد السياسي بريسك مقسمة، قسمها سي حمادي جبال. حمادي جبالي اليوم تمرد على ما يسمى بالصقور، انتم ما تحبوهاش كلمة ذي، وانحاز للدولة ولمفهوم الدولة، واستحق لدى بعض المعارضين وبعض الملاحظين صفة رجل دولة، ونال إشادة كل القوى السياسية حتى أولها المعارضة. لا. اليوم حتى المرحوم شكري بالعيد الله يرحمه حتى في جلسة معاه يشيد ربما من الناس القلائل اللي يشيد بهم في حركة النهضة هو سي حمادي جبالي. نعم. سي حمادي جبالي اليوم ضحى بمستقبله السياسي رغم أنه في استطلاعات الرأي يحتل المرتبة الثانية والثالثة حسب استطلاع الرأي في الترشح لرئاسة الدولة، ضحى بكل شيء وعمل حكومة تكنوقراط، وفجأة خذلوه بعض اللي في النهضة. أنت نسانده اليوم ولا ضده ولا ماشي مع توجه التيار؟ نمشي بالخطوة لأن سيادتك كينك قفزت على بعض قضايا. أي. أول شيء أن سي حمادي جبالي رجل دولة. أي. وعنده مسؤوليات ينظر لها من منظوره كرجل دولة. أي. ولذلك يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة. أي. وليس غريبا أن يتخذ هذا الموقف. أن يكون اتخذه ولم ينسق مع حركته أو لم يتفق معها، فهذه قضية داخلية بينه وبين حركته. واضح. الأمر الثاني أن يوجد رفض أو تساؤل أو توقف حيال هذا القرار، فهذا أمر طبيعي. علاش؟ لأن هذا الموقف بعض الناس فهموه على أنه إقصاء لحركة النهضة من الحكم. البعض الآخر قالوا دخول متاع مرحلة غير مدروسة، ونخشى أن يستغل الفراغ الحاصل من خلالها لإبعاد النهضة من دواليب الدولة جميعا. ولذلك أبناء حركة النهضة عندهم الحق باش يتوقفوا، عندهم الحق باش يتسالوا، وعندهم الحق باش يعارضوا. واليوم فما نقاش كبير في هذا الإطار. وهذا النقاش سيأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد، مصلحة النهضة، وشخصية الأستاذ حمادي جبالي. أسمع أعطيني المبادرة نتاع سي حمادي جبالي اللي أثارت الإعجاب والإشادة. نعم. في المشهد السياسي. نعم. أنت معها أو ضدها ساعة؟ حكومة التكنوقراط في الوضع هذايا في البلاد، ثم شكون يقول احنا في حاجه لحكومه التكنوقراط غير مسيسه باش تخدم البلاد بدون تحزب وبدون اعباء حزبيه. النقيصه الوحيده وتنطلق. النقيصه الوحيده في هذه المبادره ان هناك وزارات لا يمكن مسكها الا بالسياسيين، وان وجود السياسي يضمن النجاح للحكومة التي ينتمي إليها، لأن كل حكومة تحتاج إلى زنات سياسي. واضح. اليوم المؤتمر، اليوم احنا السبت، مؤتمر من أجل الجمهورية حدد آخر أجل لانسحابه أو عدم انسحابه من الترويكا اليوم نص الليل. أي حسب بعض القياديين نتاعو. هذا كان قبل المبادرة. حتى اليوم واحد من قياديين نتاعو سي سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة قال راهو احنا مازال قائم احتمال الانسحاب من الترويكا، وحدنا اليوم نص الليل، يعني غدوة باش نسمعوا بقرار يا اما الانسحاب او البقاء في الترويكا. هذا موقف حسب موقف حركة النهضة اللي هي متمسكة بالوزارات السيادية. هذا موقف يعني محترم. يعني فما ناس تشوف موقف محترم. موقف محترم. اي وين وصلتوا توا؟ اليوم احنا بريسك الوقت
الوقت ما 3:30 توا احنا نسجلوا في الحلقه. وين وصلتوا توا؟ انا تغيبت الان عن مكتب تنفيذي هو بصدد مناقشه هذه القضيه وسيستمر. احنا متغيب عنه. ستتنازلون عن وزاره السياسه؟ ثم احتمال لكل شيء؟ ثم كل شيء محتمل. لانه هذا عمل سياسي باش ياخذ بعين الاعتبار معطى جديد. ما تراش اللي سي حمادي جبالي بالمبادره المفاجئه اللي عملها لكم واللي عملها للراي العام، يعني سحب البساط من تحتكم وظهركم وظهر بعض اللي في النهضه اللي هما يعني ملهوفين على الكراسي ومتمسكين بكراسيهم ومناصبهم، مش كالي في النهضه اللي في الترويكا، وظهرهم على انهم يحبوا السلطه وحبوا السلطه وطاحوا في عشق وغرام السلطه، ظهرهم وكانهم هكا، لانه هو يجذب نحو حكومه معناها تخدم البلاد بقطع النظر عن التسييس والتحزب، وهم يجبدوا نحو حكومه اتهمت بانها فشلت وبانها لابد ان تتخلى لغيرها. اما المقدمه الاولى فانا مانيش فاهمها، اش معناها اش معناها تحب السلطه؟ يعني متمسكين بمناصبهم. والتكنوكرات ما يتمسكش ما منصبوه. لا مش جاي باش يخدم، شنو التكنوكرات ما يتمسكش؟ مو يحب وزير يحب وزير. اليوم انت الحكومه ما معناها الدوله شكون يسيرها؟ يسيروها الملائكه؟ ما يسيروها رجال يخدموها رجال ونساء. اي والاخرين مش رجال التكنوكرات. ما قلتلكش لا. اما انا وقت اللي تقول لي انا متمسك بالكرسي خاطر هو كرسي، انا متمسك بسياستي التي سانفذها. يا اخي انت وصفت بانك فاشل. انت شكون قيمني باني فاشل؟ المعارض. المعارضه ما هي مسؤوله معايا على الفشل. والراي العام جزء منه مقيم. الراي العام يعرف اني نحب نخدم يعطلوني. نهارتي نقول ما تعملوش اضراب يعملوا اضراب. في تونس قداش يا اخي ما تنجمش تعترف بخطا من الاخطاء نتاع الحكومه هذه؟ اعترف بها. انت تنفي عليها صفه فاشله الحكومه هذه؟ لانه مبشر تنفي عليها صفه فاشله ولا فشلت او نجحت الحكومه هي هذه. تعطلت في انجازها وفي يعني اسباب موضوعيه واسباب ذاتيه. يعني حكومه فاشله او لا؟ او كلمه فاشله ما تستحقهاش. فاشله والفاشل شو يلزم؟ نبدلوا المنظومه الكل عاد، مش لصق اللي فشل لي انا. وقت اللي نبدا فاشل ما عثمان بو عفان قالوا له انت فاشل. شوف عمر الخطاب كيفاش نجح. قال عمر الخطاب حكم الناس بامثالي وانا احكم الناس بامثالكم. يا اخي هو الحاكم ينجح مو برعيته. به سي حمادي جبالي مصر، مازال مصر على حكومه التكنوقراط، ولليوم يقول انه مصر على هذه الحكومه، واحنا نعرفوا اللي هو عنده جمعتين من اللي حددها وعمل بريس كاستينج سياسي. نعم. وجاب كفاءات وحددهم وكتب القائمه والامور جاهزه. نعم. اليوم قال انه مصر على هذه الحكومه. اي نعم. لو كان هو يصر ومجلس الشورى والحركه تصر، شنو يكون مصير حمادي جبالي؟ شنو السيناريو الممكن سي عبد الفتاح؟ ممكن يقع طلاق بينه وبين حركته اذا كان هما يخالفوه. واذا وقع الطلاق انشقت الحركه. لانه لا عنده تنشقش، لأن مش عنده مناصرين داخل الحركه. شوف المناصرين يختاروا باش يمشيوا معاه ولا يختاروا باش يبقاو مع الحركه. وين باش يمشي يا اخي؟ باش يمشي نداء تونس يا حمادي؟ باش يعمل يا اما باش يعمل حزب يا اما باش يمشي يستقيل من العمل السياسي. سي حمادي راهو يعمل في الحسابات حتى هو. يا اخي ما يعرفش الحسابات نتاعو. الحسابات نتاعو انه يعرف ان الحركه نتاعو ستناصره في الاخير. ستستسلم ولا ستخضع لشروط؟ لا تتفاهمي وياه، تفاوضي وياه. لانه هو مقدم لها طلب وهي باش تاخذ تبيع وتشري. يعني الطلاق هذا ممكن ولكنه معناها صعب. ممكن نظريا لكن تطبيقيا لا مصلحه الحركه ولا مصلحته هو ولا مصلحه الترويكا ولا مصلحه تونس باش يولي حمادي جبالي يجري وحده ابدا. سي حمادي جبالي اليوم عنده فرضيه انه يمشي من غير ما يمشي المجلس التاسيسي، خبراء القانون بعض خبراء القانون قالوا له تنجم تشكل حكومه ما تغيرش مثلا زوز وزراء وتشكل حكومه وقانونيه وتمشي تخدم على روحك. نجم يعملها هذه ولا هذا المعيار القانوني؟ اي ممكن. لكن ما معيار ثاني هو المعيار السياسي. اللي باش يخدم في جو سياسي لازم وراه الاحزاب. واضح. مالا شنو اذا كان يطيح قدره مع الاحزاب يمشي يعمل سياسيا، ومن بعد وقت اللي ياخذ قدام الاحزاب باش يقولوا له؟ ما يقولوا له سامحنا من فضلك، مانيش متفاهمين معاك. هل ترى انه سي حمادي جبالي بكل صراحه يعني خاطر ثم برشا اقاويل وتاويلات راهو سي مورو. سي حمادي جبالي هل ترى انه ثم شكون يحرك فيه ويدعم فيه من برا من الحركه ويدفع فيه نحو هذا الاتجاه؟ سي حمادي جبالي مفتوح على الطيف السياسي التونسي جميعا. مانيش نحكي على المعارضه، ينجموا يكونوا اسباب جهويه، اسباب ما نعرفش. معناها لكونه ساحلي هذا تحليل في السواحلي مش تحليلي انا. ولكونه ولد سي حامد القروي ولا صاحبه مثلاً. لا مش ولد سي حامد القروي بيدو صاحبه تيتي. مو هذا الكلام. ثم ناس تقول سي الهادي البكوش وسي حامد القروي نعم. على اتصال مباشر وعندهم تاثير على سي حمد جبال وينصحوا فيه ويستشير فيه. لا مانع من ذلك، شو المانع منه؟ موجود لكنه شو موجود؟ موجود
يا أخي هو صام أذانه عن الاتصال بالناس، لكن أن يكون ذلك هو المحدد في حلقته مع الحركة السياسية التي ينتمي إليها. يعني علاقتي أنا بالناس مستويات، سي حامد القروي صاحبي ولا حبيبي ولا نستفيقه، لكن مو شو المحدد في قرار السياسي، المحدد في قرار السياسي الحزب الذي أنتمي هذا إليه. هذا كلامك أنت، نحكي على سي حمد. هذا المنطق أنا معناه يخلي حركته. شنو سر عناد سي حمد جبالي وإصراره على مشروعه هذا اللي قدمه؟ في شعوري بانه في زنقه وما يجمش يخرج منها ما دام الناس الكلها مش زاد دليل على قلق من تدخل الحركه في حكومته؟ لا وتاثير الحركه على حكومته، وانه ثم حكومه ظل. الحركه قعدت باش تحدد الموقف نتاعها مده طويله من الزمن. هو شعروا انه ما عادش فما انتظار، ما عادش فما امكانيه الانتظار، وقالوا رئيس الجمهوريه قال لابد من الحسم اليوم. قدامه الخروج من هذا المازق وهذا التعطيل هو ان يقرر حكومه التكنوكرات. نمشيوا لاخر منطقه في هذا الحوار واخر لون. سي عبد الفتاح مورو، مرحبا بك، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، شكرا. شيخ عبد الفتاح، البلاد اليوم كما تلاحظ مرتبكة، والوضع مربك، والبلاد معطلة، والوضع الداخلي متأزم، والخارج قاعد يعزل فينا، ثم مواقف تاع دول قاعدة تعزل فينا، فرنسا، أمريكا، حتى تركيا خذيت موقف نوعا ما سمعناه وتفاجئنا به، صديقكم أردوغان، وقاعدين نخسروا في أصدقاء وشركاء في الخارج، والمواطن في الداخل خايف ومرتبك وما عندوش ثقة كبيرة في المستقبل، وانتوما مازلتوا تعاندوا في الجميع في التمسك بالكراسي بالمناصب بترتيب الكراسي، وتتباطؤوا في هذا التحوير الحكومي اللي ولا مسلسل مقلق ومزعج وممل جدا. يعني ما تحبوش تتنازلوا لشركائكم، ما تحبوش ولو تضحيوا بالترويكا، ولو تضحيوا بسي حمادي جبيل، يعني وين ماشيين؟ لا، اللي يضحي بالكل يضيع الكل. ولذلك الحكمة السياسية تقتضي أن تتعامل وأن تعطي وتأخذ. علاش تمسك بوزارات السيادة؟ يعني علاش مثلا أنت مع أو ضد تمسك بوزير الخارجية سي رفيق عبد السلام؟ أنا مع تكليف وزير خارجية، وزير عدل، وزير داخلية، وزير دفاع مستقل يساعد على تنفيذ خطة الحكومة ولا يثير إشكالا. أي يعني يكون مستقل تكنوكرات؟ هذه بدعة جديدة في تونس، لا قالها لا دوفيرجي ولا علماء القانون الدستوري، حتى واحد ما قال لنا. وان الحكومه اللي عندها حق باش تشكل الوزاره يجب ان تستبعد حكومات. الوضع استثناء، ما تنجمش تهبط لي القواعد نتاع الوضع العادي على الوضع الاستثنائي، ماهوش معقول. زيد وضع استثنائي، وضع هك تشوفيه نتاع البلاد ما تحتملش حتى ارتباك. اذا كانت تحقق، شو القضيه؟ مش قضيه مبدئيه. اذا تحقق مصلحه البلاد بتكليف مستقل فليكلف، مصلحه البلاد مقدمه على مصلحه حزبي. باهي، كثر الكلام على سي رفيق عبد السلام، كثر ياسر الكلام وضغوطات كبيره اللي عزله. وكانه هو مستهدف، هو بالذات مستهدف اكثر من الوزراء الكل. مستهدف بطريقه غريبه. شنو هي سر الاستهداف هذا حسب رايك؟ هذاك نهار اللي تولد بداوا يستهدفوا فيه. نهار اللي تولد سياسيا، نهار اللي تسمى وزير. علاش؟ قامت القيامة خاطر نسيب سي راشد الغنوش. مش على خاطر عدم كفاءته وأخطائه وملف الفساد اللي خرج عليه واللي مازال كان من نهار اللي تكلف. راهو الحديث وارجع الفيسبوك من يوم أن كلف يدفع ثمن المساهرة، حطت مطارق الصدفي على راسه. لأنه المستهدف أستاذ راشد الغنوش. هاو جاب لنا بن علي، هاو جاب لنا الأنساب. إيه ولكن هو كان خطأ ولا؟ تعيينه كان خطأ من الأول. أنا تو أنا في رأيي لتجنب كيبدأ ينجم يكون كيبدأ نسيبي كفء. أنا في رأيي كيبدأ نسيبي كفء، فما 20,000 كفء كيف، وتجنب للإحراج والكذا اللي تعرفوا خير من اللي تعرفوا الموضوع. لكن وقت اللي تولي شوكة الناس قائمة على الموضوع هذا الأفضل أني نبعد عليه. إذا سي رفيق عبد السلام معناها ما فماش، ما تشككش في كفاءته وزير خارجية ناجحة؟ شنو هو؟ لأنه غلط عنده دول لابسوش لينجوي شدوهم له في أن حدود تونس 500 كيلومتر وأن عاصمة تركيا هي اسطنبول. هذه شدوها له كيما سلوان عبد الرحمن. وما تراش ملف الفساد هذاك بريء يعني ولا مدبر؟ هذا نظر القضاء يحجبه عني ويمنعني من التدخل فيه. ليش عنا القضاء يخدم خدمته؟ احنا صحافه نخدم خدمتنا. يا اخي انا مطلع على الواقع هذا. ليش؟ شنو تاويلاتك؟ شنو تحليلك للموضوع؟ الموضوع ليش هو بالذات الموضوع قدم على انه فساد مالي. وانا اقول ان التهم الموجهه شويه، ان التهم الموجهه اليه هي خطا اداري
في حوض يحط الفلوس. دونك خطأ إداري. أي. في حوض يحط الفلوس. يعني عندهم شيء مكتوب وخطأ وقت نقول أنا والفاتورات والفاتورات تاع الفندق وكذا. إذا كان جريان العمل في الوزارة يسمح بذلك ما يكونش خاطئ بيه. وإذا كان ما يسمحش بذلك يكون مخطئ غير خطأ. نعطيك معلومات أخرى. شركائكم أمين عام حزب المؤتمر سي محمد عبو أنا من مصادر خاصة أنه في جلساتكم نتاع الترويكا قدم ملف آخر على سي رفيق عبد السلام مصرا على عزله وقال هو ملف جديد على فاتورات هاتفية وعلى فاتورات من فندق آخر وكذا ويجيب له في الملفات. هذا عادي؟ هذا مش يعني عادي مصر على عزله. تعرفش علاش؟ علاش؟ هذا داخل في نطاق المماحكة بين حزبين. يعني القضية ولات مش قضية بريئة. هذه قضية معركة بين زوج أحزاب. أنا نحرقك بواحد منك. على خاطر لو كان القضية ترى أنه استهداف للشيخ راشد الغريب مش كلام. على خاطر لو كان القضية رغبة في إقرار حسن التعامل مع المال ما يكونش الأستاذ رفيق عبد السلام وحده هو المعني بذلك. وسي محمد عبو الذي امتدت يده إلى هذه الوثائق قادر بجيب وثائق أخرى تتعلق بغيره. طبعا إذن استهدافه لهذا الرفيق في حد ذاته هو رغبة في تطيح سعد الناس اللي يتعاملوا معه في رغبة لا في وكان ثم زاد محاولة من خلال طبيعة الملف المثار ثم محاولة لإسقاط الحركة أخلاقيا يعني حركة معروفة دينية وكذا إسقاطها أخلاقيا يكون سقوط مدوي ثم رمزية أي ثم رمزية يعني استهداف في حاجة تميز بها الحركة هذه وانضافت اليد والاستقامة الناحية الشخصية تراجعت عليها المرأة اللي تهمته هو قضية مرته عليك مرته تخرج قدام الناس في التلفزيون وتقول لهم أنا نتبع راجل ولا ما نتبعوش ذاك يهمها هي وذاك ما ندخلوش في الحساب لكن القضية المالية فخمت وقدمت علينا فساد مالي وهي أقصى ممكن أن توصف به هو سوء تسيير إداري بالنسبة للفاتورات إذا كان ثبت وأن غيره لا يحترم يعني أن هذا جريان عمل مسموح به يعني مسموح به وعلينا في المستقبل أن نحدد ضوابط لذلك ليس من مصلحتنا ولا من حقنا أن نتساهل في الملك العام وفي المال العام وأي وزير واللي معاش يرقد في الوتيل اللي يحب عليه ومعاش يتصرف في الحدود اللي يحب عليها ترى أنه بهذا الكل الخلاصة نتاع اللي حكيناه الكل ترى أنه النهضة خسرت الكثير من شعبيتها يقينا بسبب هذا الكل وبسبب يقينا الاغتيال وبسبب النهضة اليوم تعاني من صورة قدمت فيها ليست صورة مشرفة وليست صورة مساعدة على الإنجاز من تسبب في ذلك أطراف متعددون خصوم سياسيون بعدها عن الإعلام والتأثير فيه سوء نية بعض الأطراف أخطاء ذاتية صادرة منها جو متأزم في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عدم قدرتها على إيجاد السبيل والحل الأمثل لهذه المشاكل المتراكمة اللي يكون في الحكم لابد أن تتناوله الألسن وتتناوله الأيدي ثم الذين يتعاملون مع الساحة السياسية بالرخص هما اللي غلاوا السوم على النهضة وغيرها اللي جاءوا في حملات انتخابية وحلوا باب الوعود وواحد باش يرد الخبز ب 100 فرنك والاخر باش يعمل قنطرة يهزنا الباليرمو والاخر اللي باش يعطي للناس الدواء حتى انتم عطيتوا وعود 400,000 موطن شغل وكذا بعض قياديكم عطاوا وعود اللي تحققوا برشا وعود اللي تحققوا 100,000 واللي اعطى له وعود ماهوش مختص لكن المختص قال 100,000 قيادي في الوقت هذاك في القيادي في الوقت اللي أعطى الوعود ونفذها هو السيد وزير الشؤون الاجتماعية وقد إذن هذه اهتزاز صورة النهضة والخسائر الفادحة في شعبيتها لفائدة شكون ما هو الإشكال فين اليوم طالعة قوة جديدة مرحبا بها إذا كانت قد روح في المرتبة الأولى وليت فستة العطراء اللي هي نداء تونس يا أستاذ والجمهوري ونداء تونس اللي هي نداء تونس يا سيدي مرحبا بهم تونس وياخذوا باستحقاق وصح عليهم أنا نحب برك يقدموا برنامجهم على خاطر أنت بوش تطلبني أنا في برنامج وأنت برنامجك أنك تسب لي والدي يعني أنت تطلع الحكم على خاطر أنا خايب لا موقول هذاك خايب وأنا باهي وباش باهي أنا هاو برنامجي قدم برنامجك مرحبا بيك أما وقت اللي توصل للحكم عن طريق سب الغير هذا مش طريق اليوم تفاجأنا بموقف فرنسا موقف صريح موقف واضح وموقف مباشر قالوا أنهم اختاروا بوضوح فرنسا اختارت بوضوح وبصراحة اتجاهها وعبرت عن دعمها وانحيازها للقوات الديمقراطية يعني والعلمانية بوضوح هذا قالوه وأيضا نشاهدوا في أمريكا كلينتون
قالت قبل ما تتعزل بأيامين تتعزل توا وهي تعبر عن رأي الإدارة الأمريكية، قالت مشكلة الربيع العربي هو عدم كفاءة حكامه. يعني هذه كل زاد خسائر خارجية، عندكم خسائر خارجية في علاقاتكم الخارجية فرنسا وأمريكا. موقف وتو نزيدك موقف. شوف سيدي، موقف فرنسا لا يفاجئني. الذي يفاجئني أن الذين ينضم إليهم الطرف الأجنبي يسكتون عن هذا الانضمام. إيش معناه؟ ما احنا عندنا في بلادنا ديمقراطيين وعلمانيين وحدثيين متعاقدين مع فرنسا. أنا أربأ بإخوتي الناشطين في ميدان الديمقراطية وميدان العمل السياسي أن يكونوا قد مدوا أيديهم إلى فرنسا على حساب مواطنيهم. أها أها، إيه هو يتقال الكلمة ذي فرنسا قالته. فرنسا شبيها ما قوة استعمارية قديمة تحب تجير نفسها من تشاء، خلي تقول. أما هما يسكتوا على أن يكونوا مجيرين لفايت فرنسا، هذا الاختير. هما سكتوا معناها الديمقراطيين اليوم هم عملاء فرنسا؟ لا ما قلتش، ما نسمعوا فيهم يستنجدوا بفرنسا. وقتلي فرنسا البعض منهم يستنجد بفرنسا. هي كيفاش كيما انتم تستنجدوا بقطر؟ ابدا، محسوبين على قطر. من فضلك يعني محسوبين. نسحب كلمة تستنجدوا، نسحب كلمة تستنجدوا. ولكن إذا كان شوف، قطر تعاملنا أشد مما تعاملنا به الصناديق المالية متاع العالم، وما عطاتناش فافور في حتى شيء. أنت تعرف ميزانية النهضة قداش اليوم؟ سي عرفت، ما عنديش حل. كيفاش رئيس الحركة ما عندوش حل؟ علين قاعدة تغامض ومجهول الميزانية؟ شوف سيدي، الميزانية علاش قاعد ما يعرفوا ايش توانسة الميزانية الحركة؟ الذي أعلمه أنه كثير من مقرات النهضة ما مش خالصين في الكلام تاعهم. أبو ورسخوه وتاني من دلك عليهم، لأن كل جهة تخلص كلها. مش النهضة يتفني في الفلوس. جاوهم عدو المنافذين؟ اي، فما اللي طلبوا منهم الخروج. يعني ما عندهاش فلوس النهضة اليوم. شو معناه النهضة؟ النهضة دولة. حركة النهضة عندها ميزانية، حزب عنده ميزانية. شوف سيدي، الذي يمول النهضة هم النهضويون. يمولوها من اشتراكاتهم. هذا اللي تقوله أنت، اللي تقال حاجة أخرى. تطاوينه بين الحفي. يلزم تطاوينه بين الحفي، هم يخلصوا الكلام تاعهم والماء والضوء ويشريوا كمبيوتر من فلوسهم. به. واضح. دونك انت ما تعرفش، غريبه، نائب رئيس الحركه ما يعرفش الميزانيه قداش. الميزانيه تبسط سريه هذه لهالدرجه؟ لا لا لا، مش هكا سريه. اللي تسالوا من حركه النهضه على الميزانيه عمره ما يجاوب. عمركم ما جاوبتوا قداش الميزانيه؟ اسال امين المال. أنا ثم بهت. الميزانيه تبسط يوم المؤتمر يا سيدي، عايش خويا. اي وي، قداش دونك تعرفها؟ معروف وين المؤتمر؟ المؤتمر اللي تعدى. المؤتمر اللي تعدى اوراقه ما عنديش. اي ابري معروفه. اي معروفه. اي وفما تقرير مالي. والله ما عندي علم، ما عنديش علم، يعني ماهوش في ذهني اليوم. انا مانيش نحفظ. قداش ميزانيه وزاره الاعلام؟ قداش ميزانيه وزاره الصحه؟ انا مولا وزاره الاعلام. قداش ميزانيه المؤسسه اللي سيادتك انت تخدم فيها؟ مش هكا الحديث. لا، هذه لو كان طلبت مني قبل ما نجي المؤسسه هذه مؤسسه خاصه. يا استاذ، يا استاذ، لو كان طلبت مني باش نجيب لك ميزانيه حركتي لكنت جبتها لك من خلال التقرير المالي الذي قدم مؤتمر. ما جاوبتنيش على الموقف الامريكي. يعني فرنسا اوكي، معناها عنده حق الموقف الامريكي باش يندد بعدم الكفاءه، وكانه يقول لو توفرت الكفاءة لنجح المشروع الذي أراهن عليه أنا الأمريكان. الأمريكان يراهنون على مشروع يجمع بين الحداثة والأصالة، يجمع بين الإسلام والديمقراطية. كأنه الأمريكان يقولوا إذا فشلت هذه التجربة فليس ذلك بسبب عدم تلاؤم الديمقراطية مع الإسلام، وإنما لعدم وجود كفاءة في الذين أنجزوا. يعني فما أمل. هذا كلام واقعي يقولوا فيه داخلين وخارجين، ولا حتى داخلين يتقال عدم كفاءة. إذا كان عدم فما الكفاءة. أزمة تاع كفاءة. إذا كان فما أزمة تاع كفاءة فهي عامة في السياسيين جميعا. علاش؟ لأن احنا وقت اللي بدينا في العمل الجديد بعد الثورة أقصينا الممارسين للسياسة قبلنا اللي عندهم التجربة الإدارية والتجربة السياسية، وقلنا ما يدخل لها إلا الجديد المستجد. لا، أنت ما تراش تداخل في عمل المجلس التأسيسي. يا أخي هكاك تدار عمل المجلس التأسيسي، هكاك تدار عمل الحكومة. نفس العائلة السياسية تعمل في الميدان التأسيسي وفي الميدان الحكومي. إذا كان فما نقص تجربة فهي عامة للجميع. إذن الظروف هذه كل ما تراش أنها تخلي ميزان القوى يتغير حاليا في الساحه السياسيه، ويميل نحو نداء تونس. ثم اذا تخلق التحالف هذايا، وهو مش يتخلق قريبا، مش يرى الوجود تحالف الاتحاد من اجل تونس، ماهوش باش يكون ميزان القوى لصالح النهضه. الشعب هو باش يميز. لكن الشعب انت شنو رايك؟ هاوش باش يقول الشعب، باش يقول حتى نداء تونس يخضع لنفس النقيصه التي تخضع لها بقيه الاطراف السياسيه، اللي هي
لانه ما مارسش السياسه قبل، ما مارسش الاداره قبل، حتى انتم ما مارستوا شيء. فيه ناس مارسوا، فيه ناس سي باجي قايد سبسي وقت اللي مارسها وبرشا، مش كان سي باجي ما سي باجي ولا شكون سي لازر العكرمي سي طيب بكوش سي لازر العكرمي وقتاش بشرها سياسه كي بس اللي بعد الثوره عايش خويا راهو زميلي هذاك ونحترمه ونعزه. فيها اداريين خارجين من الاداره التونسيه ومارسوا تيتي، ما كان في اطار ناس اخرين وقتها، ما كانش فما طلب كبير وقتها. قالوا حكومه سلباجي قايد سبسي تصريف اعمال حتى تجي الحكومه نتاع الانتخابات، لصقت في راس حكومه الانتخابات ولا طلب نهار الاولاني. احنا عملنا في اكتوبر، في نوفمبر بدات الناس تطلب والاتحاد تحزم والناس كلها تحزمت، لانه كانوا يتصوروا انه كيف تولي حكومه منتخبه قادره. الحكومه المنتخبه تحتاج الى وقت، تحتاج إلى كوادر، تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى شعب يساعدها. مش معناه نبري في ساحة السياسيين، أنا بعض السياسيين نتعارك معاهم وقول له أنت غلطت في القرار الفلاني، الموظفين نتاعك غلطوا في القرار الفلاني، لكن مش معناها اللوح الكل ونرميه البلاد للفراغ. إذا كان يتوفر اليوم كفاءة وطنية تونسية فلتتفضل ولترن أنها قادرة على رأب الصدع. رأوا الذي يدعي أنه ممكن يوفر 400 ألف خدام ماهوش صحيح. اللي قادر باش يرفع مستوى الاقتصاد الوطني في نهارين واربع ايام ماهوش صحيح. راهو يلزم نصارحوا الشعب التونسي بان التونيل مازال قدامنا طويل. الضوء باش يجي لكن بعد مده، ومازلنا باش نضحيه ومازلنا باش نتعبوا. وقت اللي ياخذ قدامنا وزير الماليه ويقول فما شروط مملات علينا في تونس، ما ناخذ من الفمي الا بشرط. ما كانش ما عنديش منين ناخذ، ما عنديش كيفاش نصرف على البلاد. مش نسبوه نشتموه، نحاولوا باش نلقاو طريقه كيفاش نرشدوا التصرف الاقتصادي في البلاد. هذا يحتاج الى كونسنسوس عام. في هذا الوضع المحتقن والمتوتر والمتشنج، في هذا الوضع المعقد، في الوضع الخوف والذعر والتشابك وكذا، نحبك توجه رساله الى السياسيين التونسيين اللي بريسك المواطن خاب امله في البعض منهم نظرا لتوتر الخطاب السياسي اللي انتج كل هذا العنف، الخطاب السياسي اللي قسم التوانسه لو كان، واللي هو ماشي وتزيد يتاجج. احنا كان عندنا امل انه دم الشهيد شكري بالعيد يوحد التوانسه، ما رعنا الا وهذا الدم يوظف من طرف بعض الاطراف لمحاربه الاخر، وليت تقريبا حسب توصيف بعض المحللين تجاره دم. حبك توجه رساله بما أنك عندك نوع من المصداقية والمكانة عند كل الأطراف السياسية، حبك توجه رسالة إلى السياسيين التوانسة كتونسي كمواطن تونسي مش كسياسي. شوف بجوارحك نحب. شوف سيدي، أنا باش نوجه هالنداء هذا إلى السياسيين وأدعياء السياسة. علاش؟ لأن الميدان السياسي تفتح لليصح ولما يصلحش، لسه ماسرة ولا من هب ودب، ممن يحسن حديثا أو لا يحسن حديثا، عنده الحق باش يتكلم ويخاطب الشعب، والشعب هذا يجابه بهذه الحقائق لأول مرة، وأصبح يصدق كل ما يقال له. الآن أصبح يتوقف وتكونت له شيء من التشدد في قبول الرأي الذي يقدم له، فما كريش دو كونفيانس موجودة اليوم، أزمة ثقة. من كونها؟ الذين كونوها هم ممارسو السياسة أو أدعياء السياسة. ولذلك نقول اللي عنده رأي بناء يتفضل يمد يده ويصفن على يده ويخدم، واللي ما عندوش راي بناء يسكت ويخلي الناس تخدم. اليوم اللي جاي للميدان السياسي باش يحقق اهداف ذاتيه او اهداف حزبيه راهو فاتك الفوت. القافله ماهيش باش تتحرك اليوم، ما تتحرك الا اذا كان هزينا الحمل جميعا وتقدمنا باش نقدموا بدائل للواقع اللي نعيشوه. الذين يعتبرون ان التحشيد والوعود الكاذبة وادعاء الدفاع عن المستضعفين والفقراء هي العملة السائدة اليوم يكون غلط، لأن هذا فيه تمويه على الشعب من بعضهم مش من كلهم. ولذلك أنا نقول تونس تحتاج اليوم الناس سياسيين صادقين وصامتين قادرين باش يعملوا وما يدعيوش وما يطلبوش جزاء. اللي باش يطلب جزاء ما عليه كان يستنى حتى لين ترسو السفينة. اليوم السفينة في حالة خضم. اليوم تونس مهدة سيدي، واضح باش تفقد مصداقيتها العالمية، واضح تونس باش تفقد مصداقيتها السياسية والاقتصادية. صحيح. احنا مهدين باش تحجم امكانياتنا، باش يفرض علينا المجتمع الدولي التخفيض في مداخلنا 20% كما عملوا اليونان. تونس اليوم على حافة الهاوية الاقتصادية، واحنا مازلنا نتعاركوا على كرسي وطاولة، وواحد يدعي من هنا والاخر يقول باش نحقق في الشرط الفلاني والشرط الفلاني. رسالتك رسالة أخيرة إلى عائلة المرحوم
شكري بالعيد وتحديدا زوجته وبنتي. أنا أقول لكم راني مصاب مثلكم. نحبك تتلفت للكاميرا. نعم قل أنا مصاب مثلكم إصابتي في صديق وزميل وشخص عزيز علي وجمعتني به الأيام منذ أن كنا نترافع سويا في قضايا الرأي وندافع عن السلفيين وغير السلفيين من الذين اتهموا فكنا في صف واحد. اليوم هذا الشخص يختطف، ما كنت أتوقع أن أقف وأنظر إلى جنازته لأني أكبر منه سنا، بيني وبينه 16 عام، وكنت أتوقع أن يد المنون ستأخذني وأنه هو وأمثاله وأضرابه ممن في سنه سيحملون عبء تونس بعدي، لكن شاء القدر خلاف ذلك. نقول لكم احنا معاكم في هذا المصاب، وأنا رغبتي في أن تكشف الحقيقة عن الذي تسبب في ذلك، ورغبتي في أن يأخذ القانون مجراه وأن يقام العدل، وأن وفاءنا لروحه يفرض علينا معاقبة من تسبب له. إذا كان وليداتي وبنياتي عندكم شيء في نفوسكم علي أو على الناس اللي أنتميلهم من السياسيين، نقول لكم صفيوا قلوبكم، تونس للجميع، وهذه المأساة تفرض علينا نمد يدينا لبعضنا. ما عندكمش واجب باش توافقوني على أطروحاتي ولا نوافقكم على أطروحاتكم، لكن من الواجب أنكم تعاملوني مواطن وعملكم مواطنين، وأن نلتقي جميعا في مصلحة تونس ولصالح تونس. ربي يرحمه وربي يغفر له وربي يعطيكم الصبر والسلوان وعوض تونس في مصابها رجالا من أمثاله وأحسن منه يكونون قائما على حظوظ تونس مستقبلا. يعطيك الصحة شيخ، مرسي على الحضور.